السلام عليكم شباب، متشرفين بكم جامعة نيسان. اتشرف الأول إن أنا نقدم نفسي لحضراتكم. السلام عليكم، مع حضراتكم دكتور باسم النبوي، بروفيسور اوف ريسيرش ان ذا ناشونال ريسيرش سنتر اوف كايرو، متخصص في الكور اناليسيس كونفنشن كور اناليسيس وريزيرفوار كاركترايزيشن. قدمت عدد من المحاضرات والكورسز لحساب عدد من الشركات في سوريا، شركه شيل العراق، لوك اويل في البصره، الكويت كي او سي، قطر بتروليوم، ادنوك في الامارات، ارامكو في السعوديه، جيمبوك في ساوث السودان، بيبا في اليمن، اوكسي عمان في القاهره، طبعا شركات كتيره، بتروشيف في كوت ديفوار، وسوناتراك في الجزائر، الواحه في ليبيا. يعني قدمت عدد من المحاضرات في كثير من الدول العربيه، والنهارده نتشرف ان نعيد القارة معاكم تاني في العراق بعد ما كان لنا تريننج مع لوك اويل في البصرة لفترة. يعني اهلا بحضراتكم جميعا. النهارده ان شاء الله هيكون عنوان محاضرتنا Conventional Core Analysis Data، ريكال، بنقول عليها ريكال. هنحاول يعني طبعا المحاضرة دي عادة او التوبيك ده بنقدمه على مدار 3 ايام في الشركات، فهحاول قدر المستطاع ان انا ألمه في خلال 3 ساعات، بحيث ان احنا نركز على المين بوينتس، ولو في اي اسئله تحت امركم في اي وقت. ان جنرال لما نتكلم على ريكال هنتكلم على بروستي وبرمابيليتي. طبعا طالما بتكلم على ريكال روتين كور اناليسيس، الكورنج عاده هو كونسيرند مع الريزرفوار، فمش هعمل كورنج في حاجه مش انترستد بالنسبه لي. الانترستد دايما بيكون هو الريزرفوار بتاعي، وعاده بيكون conventional reservoir. الconventional reservoir اللي هي الخزانات المتعارف عليها اللي احنا كلنا تقريبا بنشتغل عليها في الوطن العربي، بنشيل منها طبعا الحاجات اللي بنسميها unconventional reservoirs اللي هي التايتس اند ستونز، الشيلز اند سو اون. In general انا النهارده عشان اعمل exploration في area بيبقى في sequence او work flow بنشتغل عليه جوه الاريا دي. هناخد example ان في عندي concession في جنوب العراق وعاوز اشتغل عليه النهارده. بتبدا الحكومه بتنزل كونسيشن كمنطقه امتياز، بنبدا نشتغل كشركات. اول حاجه بنبدا نعملها ان انا اعمل السايزميك اكسبلوريشن بتاعي عشان افهم الاستراكشر والتراكيب الجيولوجيه المختلفه اللي موجوده في المنطقه. السايزميك بالنسبه لنا بنعتبره يعني حاجه اشبه بريجنال ستادي او فيلد ستادي. ليه؟ لانها بتبقى في السكيل مور ذان 100 متر، ده السكيل بتاعها، مش هشتغل اقل من كده. فبالتالي المرحلة دي بنعتبرها فيلد سكيل. طبعا فيلد سكيل معنى كده ان الاكيورسي بتاعتي قليلة او السيرتينتي قليلة، ولكن السايزميك بيكون له حتة مهمة جدا انه بيديني الاستراكشر بتاع المنطقة ويعرفني وير تو دريل. بنبدأ بعد كده عاوزين اكيورسي اكتر، فنبدأ نعمل زوم ان، وبعد لما السايزميك يحدد لي وير تو دريل ابدأ اعمل عملية الايه؟ الحفر. ابدا عمليه الحفر وابدا اعمل الويل لوجينج. الويل لوجينج هو نوع من انواع الريزرفوار كاركترايزيشن مور ديتيلد عن السايزميك، بمعنى ان احنا هنا بنشتغل على البور هور سكيل، مش بنشتغل على الفيلد سكيل. بشتغل في الميتر سكيل مش ال 100 متر سكيل. تمام؟ يبقى في اكيورسي اكتر. طب الاكيورسي الاكتر دي بعمل فيدباك لاخونا اللي بيشتغل سايزميك ويبدا يظبط في الموديل اللي هو بيعمله. طبعا احنا طالما بنشتغل الصوره دي سايزميك وبعدين ويل لوجينج في بير هول، يعني في عندي لسه ما نزلتش كيسه ولسه ما عملناش ديزاين للتقفيل البير، يبقى انا كده بشتغل شغل ستاتيك موديل. ببداه بالسايزميك، بعمل موديل شكل الاستراكشر بتاع المنطقه عامل ازاي، وبعدين بدخل بالويل لوجينج بنعمل زوم ان اكتر، بتزيد السيرتينيتي بتاعتي، ابدا انمي الموديل بتاعي يبقى سبورتد بويل لوجينج،
وبعدين في خطوة في النص ممكن ان انا لو عندي اكتر من بير اعمل حاجة بنسميها اكس ويل توموجرافي، ينزل اخونا بتاع الجيوفيزيكس يبعت حاجات سونيك جوه البور هول، بمعنى اصح يعمل لي كاركترايزيشن للمسافات المزد بين الابار، لان البير هيعمل لي كاركترايزيشن للنقطة اللي هو محفور فيها بين الابار. لا مش عامل لي كاركترايزيشن، مين اللي يعملها لي؟ الشغل بتاع التوموجرافي باستخدام السونيك والكلام ده. فيبقى هنا انا بدات اعمل استاتيك موديل، وصلت للاكيوريسي بتاعه الميتر سكيل. طيب في عندي مشاكل كتير بتقابلني في اللوجنج والانتربريتيشن، ما بيكونش قوي، وعاده بيعتمد على خبره المكان. يعني نلاقي شركه نازله بتحفر في مكان معين وشغاله سايزميك ولوجنج فقط لا غير، يبقى هنا هما بيشتغلوا شغل تراديشنال شويه، مش شغل يعني ساينتفك ولا شغل ان ديتيلز، فهيعتمدوا على خبرتهم الشخصيه ونسبه الفشل عندهم هتكون عاليه. ليه؟ بالظبط بنشبهها زي ما تكون في لا قدر الله مشكله بسيطه، رحت للطبيب بيكشف عليك ويبتدي يكتب لك الدواء، لغايه الستيب دي هو ده شغل السايزميك وشغل الويل لوجينج. طيب عاوزين الطبيب يكون شغال بحرفيه اكتر، يبدا يطلب بعض الاشعه او يطلب بعض التحاليل الطبيه، يدخل ان ديتيلز. الديتيلز بتاعتي هي الكور اناليسيز او الشغل على السنتيمتر سكيل، لان البلاج اللي عندي بيكون عاده اسطوانيه، الديامتر حوالي 2 سنتي ونص او 3 سنتي ونص او 5 سنتي حسب التارجت، ده الديامتر القطر. الطول بيبقى من 3 الى 5 سنتيمتر، معنى كده ان انا انتقلت بالدقه بتاعتي من ال 100 متر سكيل، من الفيلد سكيل للبور هول سكيل للسنتيمتر سكيل او للبلاج سكيل، يبقى الاكيورسي كده بتاعتي بقت قويه جدا. يبقى التحاليل اللي اتعملت لما نرجع بيها للطبيب مره ثانيه، لما نرجع بيها لاخونا البتروفيزيست اللي بيشتغل لوجز، هيبدا يعمل كاليبريشن لللوجز بتاعته ويظبط حاله. ليه؟ لان اللوجز هي عباره عن صند بينزل جوه البير، ممكن يكون في عندي وش اوت، ممكن يكون في عندي مشاكل كتيره، اللي هيقدر يظبط لي الدنيا كلها هو الكور اناليسيز. فيبدا اخونا بتاع الكور اناليسيز او تحديدا الريكال الروتين كور اناليسيز او الكونفنشنال كور اناليسيز، البروستي والبرمابيليتي والدنسيتي، يبدا يعمل لي كاليبريشن للشغل بتاع اللوج. طيب انا نفسي عندي في الكور مشاكل، ليه؟ انا شغال على السنتيمتر سكيل. طب هل المشاكل دي من اللي اقدر احلها؟ بلجا لاخونا البتروجرافر. البتروجرافر بيبدا ينزل لي بالسنتيمتر سكيل اللي انا شغال عليه ده لتحاليل اكثر دقه، اللي هو البتروجرافي يبدا يعمل سين سيكشن، يبدا يعمل سيم اللي هو سكاننج الكترون مايكروسكوب، ويصور لي شكل السيمنت، شكل الجرينز، الكومبوننتس اللي موجوده عندي اخبارها ايه، الكلايز اللي بتعمل لي مشاكل الفابريك بتاعها اخباره ايه. يبقى كده اخونا البتروجرافر نقلني للمايكروميتر سكيل، دخل جوه البور بتاعي، التارجت بتاعي، الخزنه بتاعتي اللي فيها الزيت اللي انا هطلعه، الثروه بتاعتي، وبدا يفسر لي ايه المشاكل اللي جواها. بعد كده بيبدا البتروجرافر او الاسكان يبعت لي الداتا بتاعته، واعمل انتربريتيشن بقوه للكورز اللي موجوده عندي، ونبدا نعمل كلنا فيدباك لاخونا اللي بدا في الاول بتاع السايزميك عشان يظبط الاستاتيك موديل بتاعه. دي مقدمه بسيطه. في اي اسئله لغايه دلوقتي؟ طيب نبدا ندخل على الويل سايت وعاوزين نقطع كور. مبدئيا الكور مش شغلانه لو كوست، هي هاي اكسبنسيف، وبالتالي كل الابار هنلاقي معمول فيها ويل لوجينج عشان ندرس التتابع بتاعي، انما مش كل الابار هيتعمل فيها ويل لوجينج. هننقي بعض الابار اللي فيها كومبليت سيكشن وبنعمل فيها الكورينج. الكورينج في منطقه ايه؟ في منطقه الريزرفوار اللي انا عاوزه، واحيانا يعملوا كورينج في منطقه السيل او الكاب عشان يكشف او يقيس الكباستي بتاعت الكاب دي عشان تحجز الزيت تحتها. تمام، خلينا هنركز في الريزرفوار. زي ما احنا شايفين دي التيوبس اللي بتبقى جوه البير، بنبدا اثناء عمليه الحفر بنحفر الحفر العادي
اول ما بنقول هنعمل كورينج بنيجي قبل الريزرفوار اللي انا التارجت بتاعي، بوقف الحفر واسحب راس الحفر اللي هي اذا كانت تراي فيش او يعني الحاجات اللي هي رؤوس الحفر اللي هي بتكسر لي الروك بتاعي، وابدا استبدلها بدريل بيت راس حفر الماس زي ما احنا شايفين كده، بحيث تبدا تاخد لي الاسطوانه الصخريه جوه الايه البت نفسها. تمام، بيبقى عاده الدايمتر بتاعها حوالي 10 سم او 4 بوصه. تمام، ويبدا احفر وانا نازل الكور بتاعي دون اللي ظاهر قدامنا في الصوره، بيبدا يدخل داخل البت بتاعتي او التيوب، وباجي بروح رافعه على السطح وابدا اقطع بالصوره دي، اقطع عند مسافات متساويه عاده متر، كل متر اروح قاطع وحاطط في تيوب زي اللي احنا شايفينها دي. دي مكنه القطع بتاعتي، تبدا تقطع بحيث امطار ونبدا نشتغل عليها. وبتلاحظوا في خطوط دايما بنحاول نحطها، خط احمر وخط ازرق، هنقولهم دلوقتي. طيب فرشنا الكور بتاعنا اللي طالع بالصوره دي، هبدا اقطعه امطار ومعايا خط احمر وخط ازرق او اسود. عاده الخطين دول هم الجايد بتوعي، دايما بنشتغل على الاحمر انه يكون ناحيه اليمين. لما يكون ناحيه اليمين بالصوره دي يبقى التوب بتاعي فوق، والخط الاسمر او البلو اسود او ازرق بيكون ناحيه اليسار. يبقى انا كده بعمل اورينتيشن للكور باريل، ده بنسميه باريل، بيبقى طوله حوالي متر كامل، الديامتر بتاعه حوالي 4 بوصه او 10 سنتي، وده اللي هنشتغل عليه في المعمل. يبقى احنا مبدئيا قطعنا الكور باريل، جسم الاسطواني كله في البير، وقطعناه امطار وهننقله المعمل عشان هنعيد تقطيعه مره ثانيه بطريقه ادق. فمهم جدا الخط الاحمر بتاعي، واذا كان اسود او ازرق، عشان ما يحصلش نوع من انواع الدوران او الروتيشن للكور يخرب لي الدنيا. يبقى بدل ما انا بقول توب وبوتوم اقلبها. طيب الكلام ده وارد انه يحصل فيه خطا، فيفضل ان انا على مسافات مختلفه احط الايه الدبسات اللي انا شغال عليها، واحدد اذا كانت فيت ولا ميتر، عشان عمليه الاورينتيشن بتكون خطيره جدا. طيب نبدا بعد كده بنحط الكور باريلز بتاعت اللي هي امتار، بنحطها في الجاكيت زي ما احنا شايفين، ونبدا نحقن نوع من انواع الايه الفوم بحيث ننقله بعنايه للمعمل بتاعي. هنا بنركز في جزئيه مهمه جدا ناخد بالنا منها، ان عمليه الهاندلنج بتاع الكور خطيره جدا، عمليه الحفظ بتاعه خطيره جدا. ده في حاله ايه؟ اذا كنت هعمل سكال، هعمل سبيشال كور اناليسيس. طب لو انا مش هعمل سبيشال كور اناليسيس، الهاندلنج مش مهم خالص، لان ده كوست بيبقى على الشركه. يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ يعني انا لو هشتغل بروستي وبرمابيليتي الهاندلنج مش مهم، الهاندلنج هشوف اقل كوست ممكن للهاندلنج واشتغل بيه. طب ما هو الكلام ده مش صح، الكلام ده هيخرب لي الزيت اللي موجود داخل الكور باريل والميه اللي معاه. ده صحيح. طب ايه المشكله؟ ولا حاجه، انا مش عاوزهم اصلا، لان طالما هشتغل بروست وبرمابيليتي يبقى انا لازم اعمل ريموفال لكل الزيت اللي موجود جوه الروك قبل ما اشتغل عليه اصلا. يبقى انا اول خطوه هعملها هنضف الكور اللي انا خدته ده من الزيت والميه، وبالتالي وجوده مش هيشكل لي اي شيء، وبالتالي عمليه الهاندلنج اللي ما كانتش جيده وفقدت الزيت بتاعي مش هتشكل لي اي مشكله، انا اصلا هتخلص منه بعد كده. وصلت؟ فانا عندي هنا ده كوست عالي، هعمل سكال بعمله، مش هعمل سكال هعمل ريكال ما بعملش الكلام ده. قول لي ده عمليه حفظ قويه عشان لو انا هعمل سبيشال كور اناليسيس فيما بعد. ودي الصناديق اللي بننقل فيها واماكن البارلز زي ما انتم شايفين، قول ده للسكال. ده عمليه هاندلنج سيئه جدا زي ما انتم شايفين، حاططها في ستريتش وعلى دي تيوب عاديه جدا. طب ليه بيعمل كده؟ لانه مش محتاج كوست عالي. هياخد الكور ده يبدا يحفره في المعمل ويشيل كل الزيت اللي فيه، هيعمل له كومبليت ريموفال. كفاءته في القياس هتعتمد على كفاءته في ازاله كل الزيت اللي جوه العينات دي، وبالتالي عمليه الهاندلنج اللي هي احنا شايفينها كده ما فيهاش اي نوع من انواع العنايه مش هتشكل له اي مشكله. هو اهم حاجه عنده الكوست. طيب
الحفر اما ان انا بنزل زي ما قلنا نحفر راسي، او احيانا باخد حاجه اسمها سايد وول كور. يعني ايه؟ لما بيكون عندي الخزان فيه مشكله فيه، يعني ايه فيه مشكله؟ يعني مثلا عندي فرايبل ساند ستون، فرايبل ساند ستون انا ممكن اقطع كور بارل طوله 60 متر وانا طالع بيه من البير. متخيلين يعني ايه 60 متر؟ اسطوانه صخريه وزن تقيل. طب لو الخزان بتاعي فرايبل ما يستحملش الوزن ده، هينهار كله. ففي الحاله دي بنزل بحاجه اسمها سايد وول كور، زي ما انتم شايفين كده، بيبقى عباره عن تيوب وفيها باليتس طلقات بتطلع تحفر جوه جسم الفورميشن. الفورميشن عندي اهو، تاخد العينه الصخريه وتروح داخله بيها جوه الايه؟ الستوك بتاعها ده. تاخد العينه وتروح داخلها مدخلاها جوه الماشين بتاعك. ويطلع في النهايه بيبقى معايا 10 او 15 سايد وول كور متخزنين في الجسم الاسطواني اللي قدام ده، ويطلع بيهم بمنتهى العنايه للسطح. ده شكل الباليت بتاعك ايه او الطلقه، تبقى سن الماز وده جسم التيوب بتاعي، تدخل تحفر وترجع تاني. وده هنا وهي واقفه جوه البير، البلد تطلع تحفر في الخزان، تاخد الكورب او البلاجة بتاعتي. انا بيبقى عندي الكور بارل ده بجيبه من جسم البير، قلنا ان ابعاده 10 سنتي دايمتر او 4 بوصه، تمام، وبطلع بيه للسيرفس. برجع بعد كده في اللاب اخد منه حاجه اسمها بلاج سامبلز، اللي هي هنعمل عليها الكور اناليسيس جوه اللاب. يبقى اذا الكورنج بيتم على خطوتين، اول خطوه في البير نفسه بطلع بالجسم الكبير اللي هو الكور باريل الضخم ده، وببدا اقطعه امتار، يجيني في المعمل باخد منه بلاجز. البلاجز دي هي دي اللي هنشتغل عليها. الدايمتر بتاعها بيبقى حوالي بوصه 2 سم ونص، ممكن يبقى بوصه ونص، ممكن يبقى 2 بوصه دايمتر حسب القياس اللي هعمله، تمام. واللينس بيبقى من 3 الى 5 سم. طيب لو عينتي ضعيفه ما اقدرش زي ما قلنا فرايبل ساند ستون، ما اقدرش انزل احفر عادي واطلع بالكوربريت كله، بنزل لها بالجهاز المخصوص ده، يخش يعمل لي سايد وول كور وياخد البلجه مباشره. يبقى احنا كده ما خدناش كور بارل، انا قطعت بلجات على طول جوه البير وتروح لي جاهزه على المعمل. تخش على المعمل تبدا تتقطع بالمنشار زي ما انتم شايفين، تمام. طيب المنشار ده هيقطع ايه في الاصل؟ هيقطع لي الكور بارل الكبيره دي اللي انتم شايفينها، اللي هي الدايمتر بتاعها 10 سم. يقطعها ليه يا شباب؟ عشان في جزء هنبعته للهيئه، فور اكزامبل عندكم في العراق هيتبعت لوزاره النفط او الهيئه، هيئه البترول الام في العراق، ويحفظ التلتين دون للدراسات لاحقه، والتلت بيروح للشركه تبدا تعمل فيه البلاجنج او تخرم فيه العينات الصغيره بنفس الحجم ده كده، تخرمه فيه في المعمل وتبدا تشتغل عليه. يبقى احنا كده هنقسم تلتين يروح للمؤسسة الأم النفطية داخل أي دولة، والتلت هنشتغل عليه. التلتين بيروح للمؤسسة الأم للحفظ، والتلت بنشتغل عليه. طيب اللي هو السلاب اللي احنا بنقول عليه سلاب ديكور، ده الهول كور، دي السلاب دي اللي هنشتغل عليه. طبعا عملية التخزين مكتبة أرشيف كامل، بنسميه هنا كور هاوس. الكور هاوس ده بيبقى فيه الثروه المعلوماتيه الخاصه بالريزرفوار الخاص بالدوله اللي احنا شغالين عليها، الخاص بالكونسيشن بتاعك. انا دلوقتي وصلت العراق، طلبوا مني ان انا افحص كور معين، اول حاجه بسال على الكور هاوس، بدخل مع الامبلوير اللي موجود، بقول له والله انا الامبلوير اللي موجود عندي انا عاوز والله كونسيشن مثلا في جنوب العراق، تمام، وليكن مثلا رطاوي. طيب عاوز ايه منه؟ عاوز الفورميشن دون. انهي فورميشن اللي انت عاوزه؟ انا عاوز حاجات من القلب يعني. يبقى انا اديته اللوكيشن بتاعي. المكتبه بالكامل او الكور هاوس متقسم نطاقات حسب الكونسيشنز، عاوز الدبس الفلاني، يروح مطلعه لي كل البيانات دي مكتوبه على الايه؟ على البوكس اللي محفوظه فيه الحاجه دي. مجرد بيروح مطلعها لي زي الارشيف بالظبط، ويروح مداني ابدا اخد العينات اللي انا هشتغل عليها. طيب اول خطوه بنعملها، يخش لي الكور بارل
داخل المعمل، ببدأ أصوره. صوره للحفظ، ده تصوير عادي زي ما احنا شايفين معايا. طب ايه اهميته؟ مهم جدا طبعا. اي واحد موجود معانا دلوقتي سيدمنتولوجيست او بيشتغل في الريزرفوار كاركترايزيشن، اول ما هيبص هنا هيقول لي ده في عندي كروس بيدنج، واضح تماما في عندي نوع من انواع الايرن كونتنت موجود، في عندي بعض الحاجات دي ممكن تكون حامله للاويل، في ممكن في هنا حاجات فاين شويه. يبدا يدرس لي الكلام ده، يطلع لي حاجه اسمها سيدمنتري ستراكشر قبل حتى ما نبدا ان احنا نعمل اي حاجه. يبقى دي هتكون مهمه جدا لكنا بتاع السيدمنتولوجي. طيب ايه اللي ناحيه اليمين دون؟ تصوير برضو، بس تصوير باليو في. طب اليو في ده بيعمل ايه؟ الالترا فايولوت. الالترا فايولوت بتبقى حساسه لتواجدات الاويل، فمجرد ما يكون في اماكن فيها اويل نلاقي في نوع من انواع اليلو كلر بيظهر عندي بالصوره دي، ويبقى في عندي سكيل على الماشين عندي اللي بتصور يقول لي نسبه الاويل اذا كانت عاليه اذا كانت متوسطه اذا كانت قليله حسب الريفليكشن بتاع اليو في على جسم الكور نفسه. طيب الصور دي مهمه؟ مهمه جدا. طب ايه اهميتها تاني؟ اخواننا اللي بيشتغلوا في الويل لوجينج، في الادفانسد ويل لوجينج، في حاجه بنسميها فورميشن مايكرو ايمجينج او الاف ام اي. دي تول تعتبر الى حد ما نسبيا حديثه. التول دي بتعمل ايه؟ بتديني الاستراكشر كامل جوه البير. طب الاف ام اي دي عشان اعملها كاليبريشن محتاج الصور دي، لانها بتكون اكثر دقه. فالكور عندي ده هنا، ده الكور بار اللي انا مصوره اهو، بيعمل ايه؟ بعمل ايه بالصور دي؟ باخدها اعمل كاليبريشن مع الايمجز اللي طالعه لي من الاف ام اي في اللوج. يبقى بعمل كاليبريشن لللوج، الاف ام اي لوج مع الصور دي. طيب واخدين بالكم هنا الاخرام اللي موجوده او البورز، الثقوب دي، الهولز اللي موجوده دي، دي اماكن البلاجز اللي احنا حفرناها. واخدين بالكم ده تقريبا واحد بوصه، ده واحد ونص حسب الاحتياج اللي انا عاوزه. تمام؟ طيب نعمل بلاجنج ازاي؟ دلوقتي خدنا الكور باريل اهو عندي، دخل المعمل وهبدا اخرم فيه. لو انا عندي عادة بيكون عندي كذا حالة، أول حالة دي حالة بتبقى ظريفة قوي، الكور باريل بتاعي ابارنتلي هوموجينس، متجانس مع بعض، أو في كروس بيدنج زي ما احنا شايفين. في عندي ثلاث حالات من الكورينج، أول حالة الكونفنشنال العادي، تاني حاجة الفول ديامتر، تالت حاجة السايد وول. السايد وول احنا اتكلمنا عليها من شوية، لما بيكون عندي الصخر بتاع بورلي كونسوليديتد فرايبل مش هقدر اطلع بيه للسيرفيس، فلازم انزل له بماشين مخصوصة بتاعت السايد وول كورينج، وتاخد لي البلاد ده وتروح طالعة بيها على السطح ايه مباشرة. فده احنا اوريدي شرحناه. هنتكلم بقى على الايه الكونفنشنال بيتاخد ازاي. لما يكون عندي الصخر عموما هوموجينس، فانا باخد بلجه هوريزونتال وبلجه فيرتيكال. طيب نقف هنا شويه، ليه هوريزونتال وليه فيرتيكال؟ عموما في الكور اناليسيز هنتكلم عليها دلوقتي، في عندي تو بارامترز هبني عليهم الشغل كله، بروستي وبرمابيليتي. البروستي مسميه ريشيو، حاجه فولمتريك، فطالما فولمتريك بنقول عليها ستاتيك. يعني ايه ستاتيك؟ يعني ما مش هتتغير بتغير اتجاه العينه، صح؟ زي ايه كده؟ زي وزنك، وزنك مش هيتغير بتغير اتجاهك، لو انت نمت زي ما تقف زي ما تقعد دي حاجه بنسميها ستاتيك. تمام؟ زي الدنسيتي ستاتيك، ما بتعتمدش على الاتجاه. طيب بس في بارامترز ثانيه بنسميها دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ يعني البارامترز بتاعتها بتعتمد على الحركه، فلو، في عندي فلو. زي ايه حضرتك؟ زي البرمابيليتي، سريان فلويد، يبقى يعتمد على الاتجاه، الاتجاه الافقي مختلف عن الراسي. ومن ثم طالما عندي بارامتر دايناميك هشتغل عليه لازم اخد عينتين، واحده هوريزونتال وواحده فيرتيكال. ده الايه؟ واي فور ميجرينج ذا برمابيليتي از ا دايناميك بروبرتي. بينما البروستي ستاتيك، عينه واحده تكفي، الدنسيتي ستاتيك، عينه واحده تكفي. وضحت الرؤية؟ فباخد الهوريزونتال هنا
وزي ما احنا شايفين عمودي على جسم الايه الكوربال والفيرتيكال بارلل للكوربال. طب لو عندي بيدنج زي ما احنا شايفين هتختلف النظره او الكونسبت هيختلف. الهوريزونتال لازم يكون بارلل للبيدنج بلين. الهوريزونتال لازم يكون بارلل للبيدنج بلين زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. امال ايه اللي قدامك ده؟ اسف. الفيرتيكال هيبقى بيربنديكولار على البيدنج بلين بالصوره اللي احنا شايفينها دي. يبقى واحده هوريزونتال وواحده فيرتيكال. طيب ده لو عندي كروس بيدنج. طب لو انا عندي هنا زي ما احنا شايفين كده في هيتروجينيتي عاليه، في لامينيشن، فراح اخونا واخد الكور بتاعته بالصوره دي. هنا بنقول ده ميستيك، غلط، ما ينفعش تاخدها بالصوره دي. طيب وبعدين يبقى ده غلط. طب في ايه تاني؟ في كيس تانيه؟ الكيس اللي احنا شايفينها دي حاجه فيها باتشز، فيها بقع من صخر جوه صخر. طيب هاخد كي اتش هوريزونتال وكي في فيرتيكال زي ما اتفقنا، زي هنا برضو غلط، يبقى الكيس دي برضو مش مظبوطه. طب الكيس الثانيه هايلي هيتروجينس برضو مش مظبوطه، في اي مكان هاخد فيه مش صح. طب يبقى ده اتجاه خاطئ، اتجاه خاطئ، اتجاه خاطئ. هنا انا عندي اتجاه صحيح، اتجاه صحيح. في عندي هنا حاجه ثانيه اللي هي الفراكشر ديزفوارز. طيب في الفراكشر ديزفوارز هعمل ايه؟ هنشتغل برضو، هيحاول يشتغل صح، خد الكور بتاعته هوريزونتال وهياخد واحده فيرتيكال، صح الكلام؟ بس الاجراء خطا. طب ليه خطا؟ لان ده فراكشرد روك. يعني ايه فراكشرد روك؟ يعني المين كونتريبيوتر عندي المين برودكشن كامينج فروم ذا فراكشرز. طيب ايه اللي هو عمله غلط؟ لا ده هو هنا هيعمل كاركترايزيشن للماتريكس وده غلط. يبقى هو لو انا عندي الخزان ده مغلق تماما كماتريكس بس فيه فراكشرز، فبينتج من الفراكشرز هيجي هو ياخد الكور بلاج بتاعته من الماتريكس. هيقول لي ايه؟ هيقول لي مفيش بروس ولا بروبريتي، مفيش انتاج في الخزان ده، وهو اوريدي بينتج من الفراكشر. يبقى اذا البلاجنج بتاعه برضه غلط، يبقى هنا غلط 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 غلط. طب ايه الحل؟ طالما كله غلط كده الحل حاجه بنسميها فول دايمتر كور اناليسيز. في حاله ايه؟ روك، في حاله الهيتروجينس روك، في حاله الهيتروجينس روكس، في حاله السكندري بروستي او الفاجي لايم ستون، في حاله الفراكشرد روك. في الحاله دي نعمل ايه؟ ناخد الكور بارل على بعضه. على بعضه ازاي؟ مش بعمل بلاجنج بالصوره دي؟ لا مش هعمل بلاجنج، انا هاخد الجزء ده على بعضه اشتغله. اقطعه كده تقريبا 30 سم طول وال10 سم بتوع الكور بارل زي ما هم، واروح واخده على اجهزه مخصوصه بنسميها فول دايمتر اناليسيز تولز واشتغلوا على بعضه كده، بحيث لو في فراكشر هقيسه، لو في هيتروجينيتي هاخد التوتال او الاول روك بروبرتي في قياس واحد بالحاله دي والحاله دي والحاله دي والحاله دي. يبقى الحالتين الاولانيين ده بنشغلهم كونفنشنال عادي، الاربع حالات التانيين بشتغلهم على الفول دايمتر كوناليس. الحاله الثالثه بيجيني البلاج جاهز من الفيلد، مجرد بس بعمل له ريمنج. يعني اعمل له ريمنج؟ يعني اساوي الاطراف بتاعته بحيث يبقى ايه؟ تبقى متساويه. ما انا لازم يكون في عندي تو بارلل سيرفيسز، اشيل الزياده من هنا واشيل الزياده من هنا، بحيث في النهايه البلاجز عندي تطلع بالصوره اللي انتم شايفينها دي، وكل بلاجه عليها سيريال نمبر بيحكي لي قصتها. طيب حضرتك قصتك كبيره قوي ومفيش مكان في البلاجة اكتب فيه القصه دي، او البلاجة فرايبل فمش مستحمله ان انا اكتب عليها، يبقى بحط سيريال نمبر فور اكزامبل من 1 مثلا ل 100 او 500 او 600، ويبقى فيه كي خارجي، ورقه خارجيه مكتوب فيها الرقم المسلسل رقم واحد هو عباره عن بلاج من دبس كذا بالرقم كذا فيلد كذا كونسيشن كافه التفاصيل تبقى موجوده في الورقه اللي موجوده جنب دي، يا اما احط على البلاج نفسها. نبدا السيكونس بتاعنا، اما ان انا اعمل فول دايمتر اناليسيز او اللي هو
10 سنتي دايمتر في طول الكور بارل، او اعمل بلاجنج واخد العينه وابدا اشتغل عليها. اعمل ايه؟ اللي انا هعمله في الكونفنشن عاوز بروستي برمابيليتي دينستي، دول الثلاثه، وطبعا كور جاما هنعملها. ده عندي البت اللي بقطع بيها جوه اللاب، وبعدين اعمل ريمنج اساوي الطرفين دول، لان القاعده عندي لازم يكون في عندي اسطوانه معلومه الحجم. يعني ايه معلومه الحجم؟ يعني عندي الدايمتر انا عارفه، اقدر اقيسه بميكرومتر عادي، واللينس اقدر اقيسه بميكرومتر عادي، يبقى وفي عندي تو بارلل سيرفيسز. تمام؟ عاده لو انا عندي 6 فيت بالمنظر ده، باخد كل فيت عينه ار، ار للركال. كل فيت باخد عينه. كل فيت باخد عينه، كل فيت تاخد عينه. يبقى ده سيستماتيك كورينج. بعض الشركات، وده للاسف حاجه مش سلوك طيب، عاوزين يعملوا كوست ريدكشن، فبيجي يعمل كوست ريدكشن في حته كريتيكال المفروض انه ما يعملهاش. ليه؟ لان الركال مش هيكلفه كتير زي الاسكال ولا حاجه. فاحنا دايما بنوصي يا جماعه، اذا كان في عندك كور استغله، ما انت حفرته ودفعت له فلوس، اشتغل على الاقل الركال بالنسبه له. كل فيت خدها بصوره سيستماتيك. تمام؟ ما تنقيش عينات حسب التارجت بتاعك. في بعض الشركات تيجي تقول لي كوست ريدكشن، انا هاخد 100 عينه في ال 100 فيت، لا انا عاوز في الجزء التوب والجزء البوتوم وسيب الجزء اللي في النص. مش صح طبعا، ما بنعملش ريكومنديشن لحاجه زي كده. طبعا في عندي حاجات اسكال كتيره بناخدها، بس دي اوت اوف اور انترست فور تو داي. في عمليات حفظ متقدمه للكور باريل، بس طبعا لقياسات الاسكال، اذا كان بيحطها في الشمع، عشان برضه انتوا لو سالتوا في حاجات بتتحط في الشمع، في حاجات بتتحط تحت ريزرفار كونديشنز، كل الكلام ده مش في شغلنا. الكلام ده الحاجات البكتيريال والشغل الويتابيليتي ريدوس ووتر ساتوريشن مش معانا النهارده. طيب اهميه الكور اناليسيز ايه؟ الكور اناليسيز بيديني فكره عن كل البارامترز اللي ممكن اوصلها في الخزان، هو الحقيقة المطلقة داخل الخزان، لأن أنا ماسك عينة في إيدي. أخونا بتاع السايزميك بيستخدم ويفز، مش شايف بعينه ومش ماسك حاجة بإيده. أخونا بتاع اللوجينج نفس الكلام، لا شايف بعينه ولا ماسك حاجة بإيده. بيشتغل بصوندز كلها بتنزل وبتصور جوه الإيه؟ البير. معنى كده إيه؟ معنى كده إنهم بيشتغلوا في ظروف صعبة. مفيش عنده حقيقة. إنما أخونا بتاع الكور أناليسيز الوحيد اللي يحاسب على اي مستيك بتحصل عنده، لان في عينه موجوده في ايده، لو في خطا يقدر يعيد مره واثنين وثلاثه واربعه. ففي عندي لسته كتيره جدا من الحقائق او الادفانتشز اللي موجوده في الكور اناليسيز معايا. يمكن من اهمها طبعا قياسات البروس والبرميتي، بقدر اعرفها، اقدر اعرف الاويل ساتوريشن اللي موجود عندي، واعمل كاليبريشن للويل لوجنج اللي موجود، الويل لوج داتا، لان دي بتبقى مشكله بتقابلني. طيب ده الريبورت اللي بيجيني عموما من الشركات. بيكون فيه مجموعه من الاعمده. اول عمود السامبل نمبر 1 2، الاقي استرس هنا، يبقى في عندي نوت مهمه. انزل ابص عليها تحت واشوف كاتب لي ايه. الدبس بتاعي لازم يحدد لي متر ولا فيت، وبعدين البرمابيليتي بقيسها عاده بالغاز نيتروجين. طيب في عندي نوعين من البرمابيليتي، انا عندي فيه تو بلاكس، هوريزونتال وفيرتيكال، في اتجاه هوريزونتال وفي اتجاه فيرتيكال، وعندي هيليوم بروستي، البروستي بقيسها بالهيليوم، هنشوف الكلام ده كله دلوقتي. وعندي حاجه اسمها سمشن فلويدز، يبقى انا بجمع الفلويدز اللي جوه الروك اشوف حجمها قد ايه، واقول لك والله البروستي قد كده. فور اكزامبل انا جايب ازازه فيها لتر ميه، يبقى بالتبعيه الميه اللي جواها حجمها لتر. طيب لو مش مكتوب عليها وعاوز اعرف حجم البورز اللي جواها، افضي الميه لقيتها لتر، يبقى الازازه دي لتر. نفس القصه، طلعت الفلويدز بتاعتي طلع حجمها قد كده، يبقى الصخر بتاعي فيه حجم بورز يستوعب الفلويدز اللي عندي، يبقى انا عملت استيميشن لحجم البورز اللي جوه. تمام؟ هقدر اطلع بالاويل ساتوريشن، هقدر اطلع بالووتر ساتوريشن، وهقدر ادي لك الجرين دينستي اللي موجوده عندي، وفي نفس الوقت اعمل لك الهيستولوجي ديسكريبشن. لازم وانا شغال
اي نود بشوفها بعيني انا ماسك عينه في ايدي يا جماعه، غير اخواننا بتوع اللوجينج او السايزنج، احنا ماسكين عينه في ايدينا. كل معلومه بتطلع من العينه دي مفيده جدا لكل المجموعات اللي شغاله قبلنا واللي بعدنا، فلازم تتسجل في السولوجي ديسكريبشن والريماركس اللي احنا محتاجينها. لما يقول لي ايه ايه، يعني هنا مثلا بيحط شويه ابريفيشنز عشان ما يكتبش كتير، يعني مثلا يقول لي ايه اس اس يبقى ساند ستون، ال اس لايم ستون، ال تي لايت جراي، اف مش عارف اي ان يبقى فاين جريند، يعني في ابريفيشنز كتيره بيحطها لي في نهايه الايه التقرير. يقول لي ايه ايه يعني ايه 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 يعني از اباف، يعني نفس الديسكريبشن هنا وهو هنا. يقول لي ان بي بي، ان بي بي يعني نوت بوسيبل بلاج، مش قادر اخد بلاج. وهنا احط كويشن مارك، ليه مش قادر تاخد بلاج؟ مهمه جدا الحته دي، اوعى تعملها اسكيبنج، مش عارف يشتغل هنا عند مثلا عند العمق ده، مش عارف ياخد بلاجات خالص. ده معناه ايه؟ معناه ان حاجه بروميسنج بالنسبه لي، خد بالك مفيش داتا بس بروميسنج ازاي؟ لان ليه ما عرفش ياخد عينه؟ اما انه فرايبل ساند ستون، وده معناه ان البروسبيلتي بتاعته هتكون كويسه جدا، او ان يكون عينه هاي ريفراكشن، وبرده دي حاجه مبشره. فلازم هنا على طول يو هاف تو باي سم اتنشن للدبس ده، بالرغم ان ما عندكش داتا فيه. وصلت؟ وبرده الدبس ده يبقى نوت بوسيبل بلاج، ما قدرش ياخد بلاج فيها. طيب يبقى روتين كور اناليسيز، هنتكلم عن البروسي، البرمابيليتي، الساتوريشن، الفلويد ساتوريشنز ان جنرال. فلويد ساتوريشنز مهمه جدا يا شباب. انا عندي خزان امكانياته عاليه جدا، جيت اعمل استيميشن للفلويدز جواه لقيتها 100% ميه. طب يبقى انا هعمل بيه ايه؟ بروميسنج بالنسبه لايه؟ مش هينفع اشغله ده، يبقى انا يعني بالنسبه لي يبقى على طول اباندنت، هسيبه مش هكمل فيه. وصلت؟ طيب لغايه هنا في اي اسئله؟ لغايه هنا في اي اسئله شباب؟ شباب تمام يا دكتور باسم، ما شاء الله ماشي مظبوط يا دكتور، احنا معاك تمام يا دكتور. تمام، لو في اي اسئله يعني وقفوني. طيب مبدئيا عاوزين نتعامل مع الصخر، عشان اتعامل مع الصخر لازم افهم يعني ايه روك. تمام، الروك عاده تو كومبوننتس موجودين عندي او تو فيزز، روك ماتريكس وبورز. نسبة البورز للتوتال فوليوم هي البروست. تمام؟ طيب يبقى انا عندي بورز في الحالة اللي احنا شايفينها دي، وعندي الماتريكس بتاعتي، الاثنين بيشكلوا الصخر. طبعا بالنسبة لك انت كراجل مهندس او كجيولوجي يعني يو دونت كير فور ذا ماتريكس، مش هتهمنا كتير. ليه مش هتهمك كتير؟ حضرتك بتدور على الثروة بتاعتك، على الاويل بتاعك، على هيدرو كاربونز، موجوده فين؟ في البورز. يبقى احنا كل الاتنشن بتاعنا رايح ناحيه البورز. نبص على البورز، فيها ايه البورز؟ فيها ميه 100% توتال ساتوريشن، يبقى نو باي. طيب يبقى احنا فين؟ اكيد مش في المكان ده، هنطلع لفوق شويه عشان الزيت هيبقى فوق الميه. طيب في شيل عندك؟ لا مفيش شيل. ايه الشيل ده؟ الشيل دي فاين ماتيريال بتعمل لي مشكله جوه الخزان، بتعوق حركه السوائل وبتعمل مشاكل كتيره جدا. تمام، انا ما عنديش هنا في الكيس اللي قدامي، في الموديل اللي قدامي، يبقى معنى كده ان انا عندي كلين ماتريكس او كلين موديل، مفيش شيل بس نو باي. طيب ندخل قدام شويه، عندي هنا ميه بس عندي زيت، بقى بدا يظهر الهيدروكربونز، بقى في هيدروكربون ساتوريشن اتش سي اللي هي هيدروكربون ساتوريشن. يبقى انا عندي توتال فوليوم للبور سبيسز بارشلي فيلد بالووتر وبارشلي فيلد بالاويل ساتوريشن، بحيث ان ووتر بلس هيدروكربونز ايكوال 1. 1 في ايه؟ 100% ساتوريشن. ليه ايه؟ للبورز. لما بقول ووتر ساتوريشن 100% من ايه؟ من البورز. لما بقول الووتر ساتوريشن 40% من البورز، ويبقى الكومبلمنتري بتاعه من عند 40%، طب بقيه البورز فيها ايه؟ فيها زيت، يبقى عندي هيدروكربون 60%. عشان كده عاده بنقول 1 ماينس الاس دبليو اطلع على هيدروكربون ساتوريشن. تمام، يبقى انا عندي الموديل بتاعي هنا ايه؟ كلين. ليه كلين؟ ما عنديش لسه اي شيل ظهر، ما عنديش مشاكل في الخزان، بس في نفس الوقت عندي بي اهو ظهر عند البي، في زيت عندي هنا.
طيب هل دي الناتشرال كيس؟ لا، الناتشرال كيس بتبقى كومبليكيتد اكتر، بيظهر عندي شيل. الشيل بيعمل ايه؟ بيعوق حركه الفلويدز بتاعتي. يبقى اذا انا عندي جزء ممكن يبقى افكتيف وجزء فيه اعاقه، يبقى لازم اعمل كوريكشن للبورز اللي موجوده عندي اجينست الشيل اللي موجود ده. فبنقول هنا ايه؟ ان ده مش كلين باي. باي ليه؟ لان فيه زيت، بس مش كلين، شيلي شيلي ماتريكس. تمام، يبقى لازم اعمل كوريكشن للكلام ده. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان واحنا بنشتغل دلوقتي ناخد الكلام ده في الاعتبار معانا. يو هاف تو كونسيدر اول اوف ذيس كومبوننتس. طيب مبدئيا دورك ايه حضرتك كمهندس او كجيولوجي؟ دورك ان بيجي لك التقرير اللي احنا شفناه وبنبدا نحاول نفهمه مع بعض. الاول بس في بعض الكونسبتس اللي بيظهر فيها مشاكل كتيره جدا بين الباحثين عموما وبين المهندسين والجيولوجيين والناس دي كلها. في كونسبت بنسميه هيدروليك فلويونيت، وكونسبت بنسميه ريزرفوار روك تايب. كلمه ريزرفوار روك تايب يا شباب بنقول ان البيهيفير بتاع الداتا بتاعتي او بتاع الخزان بيعتمد موستلي على اللوسولوجي والديبس. هيتغير مع الديبس؟ تمام. طيب الريزرفوار روك تايب ده بتعرفه ازاي؟ بعمله باكس واي بلوت. تاني كده بتعمله ازاي؟ باكس واي بلوت. اكس واي بلوت يعني يو دونت كونسيدر الديبس. مش كونسيدر الديبس، امال كونسيدر ايه؟ كونسيدر البيهيفير نفسه. تاني يبقى لما بقول ريزرفوار روك تايب انا هنا مش مدخل معايا في الاعتبار مين؟ الديبس بتاعي. تمام، بس مدخل ايه؟ اللوسولوجي. طيب لما تقول لي هيدروليك فلو يونت احنا كده بنتكلم على يونت، يبقى في ديبس. ها خدتوا بالكم من الفرق؟ يبقى في ديبس. فلو يونت يبقى انا لازم يكون معايا برمابيليتي ومعايا بروستي. تمام، وهيدروليك الهيدروليك دي مقصود بيها الزيت او الميه، لان الاثنين كومبلمنت اللي جوه الخزان بيكملوا بعض. يبقى لما اقول كونسبت هيدروليك فلو يونت على طول يجي في دماغك ان انا اوقع الكورز بتاعتي في صوره فيرتيكال كونسيدرنج الدبس. يعني مثلا عندي خزان 100 متر اقسمه مثلا ثلاث نطاقات 3 فلو يونتس. اول نطاق 40 متر، الثاني مثلا 35، اللي بعده مثلا 25 حسب الدبس، وكل نطاق من دول في بيهيفير شبه بعض. طب هنفترض يا شباب برضو عشان تفهموا الفرق، انا هوقع الكور في صوره فيرتيكال اشبه باللوج، اقارن باللوج بعد كده. لو انا عندي ثلاث نطاقات، النطاق الاولاني كلين ساند ستون، الثاني شيري، الثالث كلين ساند ستون. كلين ساند ستون في التوب وكلين ساند ستون فين؟ في البوتوم، وشيري في المنتصف. تعال نتكلم عن روك تايب اكس واي بلوت. اكس واي بلوت يبقى على طول ليثولوجي. طيب تعال قول لي بقى في عندك كام نوع من الصخور هنا؟ نوعين بس. نوعين بس ازاي؟ كلين ساند ستون في التوب والبوتوم، هنا هعمل لهم ميرجنج في وان جروب في وان روك تايب، وحاجه في النص اللي هي الشيلي هتظهر لي في روك تايب مختلف. يبقى انا هنا دونت كونسيدر الديبس. ناخد اكزامبلز عشان ما نتوهش. طيب نبص على البلوت. اخطر حاجه عندنا يا شباب في الخزان، اوعوا تهملوه، بروستي وبرمابيليتي. ليه اهم حاجه؟ ده الخزان قصه كبيره، انا معاك انه قصه كبيره، بس نيجي لسؤال مهم. خزانك ايه الكواليتي بتاعته، كويس ولا وحش؟ ازاي يعني كويس؟ كويس يعني في زيت كويس؟ ما اعرفش، شوف البروستي. ليه اشوف البروستي؟ ما هي اللي هيتخزن فيها الزيت. يعني انت عاوز تقول لي ان ذا هاير ذا بروستي ذا هاير ذا ابيليتي اوف ذا ريزرفوار تو ستور اويل. يس، يبقى اذا كل ما هتزيد البروستي ذا ابيليتي اوف ذا ريزرفوار تو ستور اويل از هاير، يبقى الاستورج كباسيتي بتاعت الخزان عاليه. تمام؟ طيب عرفنا اهميه البروستي. ايه بقى البرميتي مهمه في ايه؟ لا مهمه جدا. في زيت هعرف اطلعه ولا لا؟ لو البرميتي مش كويسه مش هعرف اطلعه. انا عندي الشيل المذر روك او السورس روك بتاعي مليان زيت، هقدر اطلعه؟ مش سهل. معايا؟ يبقى مهم الحاجتين دول، الاستورج كباسيتي بتاعت الخزان البروستي، والفلو كباسيتي بتاعت الخزان اللي هي البرميبيليتي.
the ability of the reservoir to store oil and the ability of the reservoir to deliver the oil. مهم جدا. طيب هتفرق؟ اه تفرق من خزان للتاني. تعال نبص مع بعض. البروسي بتزيد من الزيرو لغايه الماكسيمم هنا، وهنا البروبابيلتي من ال 0.01 للطب هنا. حته مهمه قوي، ده عندي اكس واي بلوك، يبقى انا بعمل روك تايمنج مش هيدروليك فلويدز، روك تايمنج حسب اللوثولوجي. طيب هتوقع ازاي البروسي من زيرو لسيرتي مثلا؟ ليه؟ طيب عشان دي بروبرتي دايناميك، سوري اسف، بروبرتي ستاتيك. يعني ايه ستاتيك؟ يعني مش هتعتمد على الاتجاه. لما اجي اوقعها هنا اوقعها في صوره انكريمنتال 0 5 10 15 20 اند سو اون. طب وبالنسبه للبريمتي؟ لا، البريمتي دايناميك. يعني ايه دايناميك؟ هتوقع لوجاريتميك عشان فيها فلو. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هنا 0.01 0.1 1 10 100 1000 اند سو اون. طيب ذا ليست بروبابيلتي here. So it's a compact rock. Okay. مجرد ما يظهر فراكشر عندي هنا، الفراكشر ده ما يمثلش قيمة عالية في البروستي، فالبروستي مش هتزيد كتير، بس البرميبيليتي هتزيد بقوة. طيب لما يكون في عندي مالتي سيستم من الفراكشرز، البرميبيليتي تزيد جدا، بس البروستي ما زالت تقريبا حوالي 5%. يعني انا لو عندي خزان هايلي فراكشر و5% بروسي هيديني انتاج عالي جدا. لا ثواني كده وقف، انت كده بتكلمني على ايه؟ بتكلمني على الفراكشر ريزرفوار، وانت عرفته منين؟ عرفته من المكان بتاعه على الاكس واي بلوت اللي عندي هنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لما اوقع البرمابيليتي از ا فانكشن ان بروسي ده بسميه ماستر بلوت، هقدر من المكان اللي واقع فيه الداتا بتاعتي. يعني مثلا هنا المكان ده متوقع فيه 10 15 عينه، اعرف على طول ان ده فراكشر ريزرفوار، هايلي فراكشر ريزرفوار هنا. طب وهنا؟ لا ده فراكشر ريزرفوار عادي. طب عرفت منين؟ بروستي قليله برميبيليتي قليله. طب هنا بروستي برضو قليله بس برميبيليتي عاليه جدا. طب المكان ده كومباكت، عرفت منين؟ ما هو بروستي قليله برميبيليتي قليله. ادي الروك تايبنج اللي انا عملته من استخدام الماستر بلوت اللي عندي. طب ايه المكان ده؟ المكان ده بروستي عاليه وبرميبيليتي قليل، حاجات دي شيلي على طول ارجليشيوس او ايه، او تشوكي لايم ستون. التشوكي لايم ستون يقدر يعمل هاي ستورج بس الفلو منه بيكون قليل، يبقى انا هنا بتوقع يكون في عندي حاجات ارجليشيوس او حاجات تشوكي. طب هنا نفس الكلام، كل الترند ده رايح في اتجاه واحد. طب هنا لا، هنا الكواليتي بدات تعلى. يعني ايه الكواليتي بدات تعلى؟ هقول لك، ركز هنا، عندي قيمه من البروستي ولتكن 5 10 20 25. ال 25 مديني برميبيليتي بقيمه معينه، نفس ال 25 هيدوني برميبيليتي اعلى بكتير، يبقى الكواليتي زادت، يبقى نوع الروك زي بقى افضل. يعني ايه بقى افضل؟ يعني بدات تبقى في مسام اقدر اخرج منها الزيت. تخيل نفس البروستي اهي بتديني برميبيليتي عاليه جدا. ليه بقى؟ ليه ادتني عاليه جدا؟ لان حصل لها صم بمالتي سيستم فراكشرز. يبقى انا عندي هنا ممكن اتعرف على نوع الصخر من خلال الاكس واي بلوت ده، لان الاكس واي بلوتنج او الروك تايبنج هو فانكشن في الليثولوجي بتاعي. نبص كده، ده ماستر تاني. لما يكون الترند عندي هنا يبقى دي حاجات ارجليشيوس او تشوكي، اطلع فوق سنه يبقى هنا نفس البروستي، هي هنا بس البروستي هنا اعلى، يبقى بدا كربونيت وفي فاكس. الكلين ساند ستون يجي في المنتصف، بروستي كويسه وبرميتي كويسه. الكريستالاين سيمنتد ساند ستون يظهر لي بالصوره الاعلى بقى. ليه؟ لان ده مش هيشتغل معايا طالما ان في سيمنت الا مع الفراكشر. في الجزء ده البروستي قليله جدا، خد بالك البروستي عماله تزيد من هنا لهنا 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 لهنا، اسف البروستي ثابته من هنا لهنا لهنا كونستانت، ومع ذلك البرميتي بتزيد بقوه. ليه؟ لان في زياده طفيفه غير مؤثره في البروست، سببها ايه؟ فراكشرز بتظهر. الفراكشر ده ايه يا جماعه؟ ده الهاي واي بتاعنا، ده اللي هيطلع لي الزيت على طول. فاقدر اعرف الليثولوجي اتنبا بيه يعني من خلال مكانه على البلوت بتاع البروست،
واخدين بالكم اهميه البروستي والبرميبريتي واهميه البروت بتاعهم؟ طيب تعال نبص على داتا اهي قدامنا. البروستي والبرميبريتي كلها سكترت زي ما انتم شايفين. تعالوا كده لو بصينا على الروك تايب اللي تحت ده اللي هو روك تايب رقم 5، هلاقي ان هو اقل برميبريتي، مع ان خد بالك البروستي هنا نفس هنا نفس هنا نفس هنا نفس هنا، ومع ذلك البرميبريتي بتاعنا من هنا لهنا 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 لهنا، يبقى افضل نوع هو رقم 1 برغم ان البروستي ثابته في المجموعات كلها، بس هنا اعلى برميبريتي. ده انا من الخبره بتوقع انه يكون سيليشيوس ساندي ستون. طب وده؟ ده من الخبره اتوقع انه ارجليشيوس ساندي ستون. لا وقف هنا كده لحظه، انت كده عاوز تقول انه كل ده ساندي ستون؟ ايوه. ومع ذلك اختلف في الكفاءه؟ ايوه. بناء على ايه؟ بناء على السيمنت اللي موجوده فيه، الماده اللي بتعمل له تلاحم. الشيل مشكله، انما السيليكا حاجه كويسه جدا فترفع لي الكفاءه. تمام. واقدر اعمل بيست فيت لاين لكل جروب من دول واطلع له موديل واقيس كفاءه الموديل بالديترمينيشن كوفيشنت معايا، يثبت لي صحه البيست فيت لاين اللي انا عامله. لا ثواني، طب انت بتقول ده ارجليشيوس ساندي ستون وده سيليشيوس؟ اه. طب هل ممكن كلهم يكونوا سيليشيوس؟ ايوه. ايوه ازاي بقى؟ ايه الفاكتور المؤثر؟ يظهر لي فاكتور تاني اللي هو ايه بقى؟ ان انا يكون عندي هنا very fine sandstone وهنا very coarse sandstone، يعني جرين سايز برضو ممكن ياثر على الكواليتي بتاعت الخزان. تمام. لا نقف هنا لحظه، يبقى ده معناه ايه؟ معناه قول واحد ان الكور هنا عظيمه جدا في عمليه التقسيم، بس احتاجنا نبص على مين؟ على البتروجرافي عشان يديني الايه؟ السر اللي فاضل لي، السيمنت اخبارها ايه؟ والجرين سايز اخباره ايه؟ انا هنا بعمل بريدكشن على قد الداتا المتاحه ليا. يبقى دي اهميه الماستر بلوت بتاع البروسس والبرميبريتي. ده برضو بلوت تاني. شايفين انتوا لما تشوف الداتا دي من غير البيست فيت لاين هتقول ان مستحيل ان احنا نقسمها. لا احنا هنا عملنا ايه كمان؟ بدات اقول لك تقسيمه للبروستي تحت وتقسيمه للبرميبريتي. فور اكزامبل من 15 ل 20% بروستي دي فيري جود، خد بالك الداتا اللي هنا فيري جود بروستي، ومع ذلك اعتبرتها تايت ساند تايت برميبيليتي. نفس الكلام تايت برميبيليتي. عينينا اكتر فروك تايب رقم 3 بقى بور برميبيليتي برغم انها فيري جود بروستي. فير برغم انها فيري جود. جود برميبيليتي بالرغم انها فيري جود بروستي. فيري جود برميبيليتي مع فيري جود بروستي. يبقى ده روك تايب مختلف تماما عن ده عن ده عن ده. تمام؟ طيب ناخد نفسنا هنا شويه. دي في اتنين تولز الاتنين دولم يعتبروا كومبلمنتري تو اتش اذر اللي هم الويل لوجنج والكور اناليسيس. تمام؟ طيب مين ادق فيهم؟ طبعا احنا بنزعم ان الشغل بنسبه كبيره في الكور بيكون ادق بكتير من اللوج، ودايما بنقول لاخواننا بتوع اللوج تعالى اعمل كاليبريشن على الكور. ما عملتش كاليبريشن يبقى انت مش شغال صح. ومع ذلك اللوج عندهم نقاط قوه مهمه جدا موجوده في اللوج انا اللي اعمل كاليبريشن عليه. اول نقطه قوه الدبس، نركز في دي يا شباب. اللوج ادق في الدبس من الكور. ليه حضراتكم؟ زي ما سمعنا زميلنا كان بيسال في طول خاصه بالاي لوج. يعني ايه اي لوج؟ يعني في واير نازل ومعايا سوند، الحموله مش تقيله قوي، يا دوبك الكابلات والسوند بتاعي حسب الويت بتاعه. طيب انما في الكور لا، ده انا معايا مواسير ممكن يكون طولها يوصل 60 متر، مواسير كامله. واثناء عمليه الدريلنج بعبيها بكور باريل بنفس الطول. يعني في ويت جامد جدا على الوايرز بتاعتي او الكيبلز بتاعتي. طب ده معناه ايه؟ معناه ان ممكن مع الدبس يحصل لها ستريتشنج وتعمل لي مشكله في الدبس. يبقى اللوج ادق في الدبس من الكور. يبقى اول حاجه هعملها داخل اللاب اعمل حاجه بسميها دبس ماتشنج، اللي هي ايه؟
ابعت الفيلد اقول له ابعت لي الجاما ري اللي انت قايسها للتتابع بتاعك جوه الخزان، يروح باعتها لي من دبس 5000 ل 6000، يروح باعتها لي برنها على جهاز كمبيوتر عندي، وفي المقابل بجيب الكور بارل اللي جاي لي بالارقام الدبسات بتاعته اللي متسجله عليه، وابدا اعمل لها جمري احطها على البلت ده وابدا امررها وارسم الجمري اللي طالعه منها، تمام، وقارن الدبس مع الدبس بتاع اللوج، لو ماتشد مع بعض يبقى تمام، لو مش ماتشد ببدا اعمل حاجه اسمها كور شيفت، احرك الكور لفوق شويه لانه حصل له ستريتشنج عشان اظبطه مع الايه مع اللوج بحيث ينطبق اللوجين مع بعض بالظبط، اللي انا مطلعه من اللاب بالجمري واللي مطلعه من الايه من الفيلد. طيب تمام، يعني معنى كده ان انا هقارن الجمري اللي انا رسمتها as a function of depth من اللاب مع الفيلد، تمام، هقارن ايه يا شباب؟ قيمة مع قيمة؟ لا، مش قيمة مع قيمة، لأن ده جهاز وده جهاز، دي كونديشنز ودي كونديشنز تانية. أمال هنقارن إيه؟ هنقارن بيك مع بيك وطرف مع طرف، هقارن بيهيفير. طب نفهمها دي؟ أه حاضر. الممكن التول المستخدمة في الحقل عندك معمول لها كاليبريشن بتقيس مثلا جاما ري 100 اي بي اي. أنا ممكن في اللاب الجهاز بتاعي يقيس 500 مثلا. جهاز غير الجهاز وكونديشنز غير الكونديشنز، يبقى ما ينفعش اقارن ايه فاليوز، اقارن ايه العالي بالعالي والقليل بالقليل، بيك مع بيك وطرف مع طرف لغايه لما البيكس والطرفس كلها تظبط مع بعضها. يبقى هنا اول حاجه هعملها ديبث شيفتنج او ضبط للايه لل الديبث بتاع الكور بتاعي. بس انا سامع زميل بيقول لا بس احنا في الشركه بنودي للمعمل والقراءات بتاعت المعمل بنشغلها زي ما هي، ينفع الكلام ده؟ اه ينفع في حالات خاصه، اللي هي ايه حضرتك؟ ان انا اكون مثلا فور اكزامبل لوك اويل مثلا، انا باخد واخد جوبيه منها كبيره وفي شغل بينا كتير، بيبعت لي اللوج بتاعه الجاما ري بعد ما عملت اول رنه، ممكن اعمل كاليبريشن للجهاز بتاعي على الداتا اللي جالي من الفيلد بتاعه بحيث جهازي يقرا زي جهازه بالظبط. يبقى انا هعمل كاليبريشن الاول لجهازي على جهازه، لو بينا شغل كتير يبقى جهازي بيقرا زيه، يبقى كده هياخد القراءات بتاعتي مفيش مشكله خالص، تمام. انما لو جوبايه كده يعني مؤقته وخلاص ما بيظبطش جهازي عليه. طيب يبقى معنى كده ان اول حاجه هعمل كاليبريشن للدبس بتاعي على الدبس بتاع اللوج. خلصنا من دي، نبدا نعمل عمليه التنظيف. تنظيف يعني ايه؟ هقول لك يعني ايه تنظيف. ايه اللي احنا عاوزينه؟ اقيس بروستي واقيس بنوريتي. ايه البروستي؟ حاجه خاصه بالمسام. وايه البنوريتي؟ الفلويد بيمشي ازاي في المسام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عاوز المسام نظيفه، اه عاوزه تنضف المسام تماما، تخليها كلين عشان اقدر اشوف الفوليوم بتاعها واقدر اشوف الفلو من خلالها. يبقى انت هتعمل ديستروينج وريموفال لكل الزيت اللي موجود بالظبط باستخدام ايه؟ السوكسفيت. عباره عن ايه؟ جهاز، الجهاز ده بيكون جلاس زي ما انتم شايفين، باجي احط السولفنت بتاعي تحت. سولفنت، السولفنت ده ممكن يبقى تولوين، ممكن يبقى زايلين، ايثانول موجود عندي هنا، والعينات بتاعتي تتحط في الجزء ده، وابدا عمليه التسخين. بسخن بالمنظر ده هوت بليت. ايه اللي يحصل مع التسخين؟ السولفنت بتاعي بيطلع يحصل له فابوريشن ويتحرك هنا، الجزء ده مصمت يتحرك في الباسوي ده وروح طالع على ايه الجزء العلوي. اول ما يطلع فوق بقابله بايه؟ بخط ميه، اعمل له كوندنسيشن في الجزء، اعمل له كولينج. طب ايه السبب في الحته دي؟ انا بعمل كنترول على الحراره بتاعت الصلب بتاعي عشان ما يدمرش الايه الرك اللي موجود. يبقى بقابله هنا بميه، ادي الخطين بتوعه اهو، ميه بتخش بتعمل سيركيليشن عشان تعمل كوندنسيشن للفلويد، ولما تعمل كوندنسيشن يبقى هوت فلويد مش هايلي هيتد. يبدا يعمل ايه؟ يعمل دروبلتس من فوق كده ويملى لي الايه المكان اللي فيه الايه العينات، ومجرد ما يملى في المكان ده يبدا يعلى معايا هنا ويتحرك ويروح لافف ويروح ساقط عندي مره ثانيه.
اتنى شغل بقى التجربه دي 4 ساعات 5 ساعات، بنبدا الاول الاقي لون السولفنت بتاعي نظيف جدا ذهبي تقريبا، بعد ساعتين 3 4 بيبدا لونه يظهر في الزيت نتيجه الغسيل. بكرر الموضوع ده لغايه لما اللون بتاعي ما يكونش كويس، ببدا اتخلص منه واعيد التجربه مره ثانيه، اعيدها ممكن 3 4 مرات لحد ما اتاكد ان لون السولفنت بتاعي بقى كلين. وقت ما بقى كلين بوقف التجربه على كده وابدا اشوف قياسات البروسيبيونيتي، لان انا كده بقى نظفت الزيت اللي جوه اللي العينات بالكامل. طب انا شاكك في الشغل اللي انت عملته، انت مش منظف كويس، نعمل ايه؟ هاخد البلاجز بتاعتك دي واروح موديها على المعمل بتاع اليو في، اصورها يو في، لو فيها زيت هتدي لون مختلف، يظهر لي ان في زيت، يبقى انا كده قدرت اتاكد انت شغال صح ولا غلط. ده جهاز تاني برضو بنسميه دين ستارك، ممكن انت تبقوا تبص عليه. نبدا على طول بقى ايه، دلوقتي احنا جبنا عيناتنا ليها جيومتريك شيب ثابت شكل سلندر تو بارل سيرفيسز، وهبدا وكليند فيري ويل كليند، ما فيهاش اي اثار للزيت ولا للميه، وابدا استعمل بروستي والدنسيتي والبرونيتي، اهم 3 بارامترز عندي. نبدا مع بعض. يعني ايه بروستي؟ البروستي دي ريشيو. يعني ايه ريشيو؟ يعني بتقاس اما بالفراكشن او بالبيرسنت. هي تعرفها ايه؟ ذا برسنتج اوف بور سبيسز، البالك بور سبيسز الموجوده عندي، البالك فوليوم بتاع بور سبيسز على التوتال فوليوم بتاع الروك. طب الدنسي هي عباره عن الويت مقسوم على البالك فوليوم. البرمابيليتي ايه هي؟ عرفنا البروس والدنسي، فيها اي مشكله؟ ريشيو بالنسبه للبروستي، الدنس طبعا ويت بالجرام على فوليوم بالسنتيمتر كيوب، البرمابيليتي بتقاس بالملي طارسي، وبعض الاجهزه بتقيسها بحاجه اسمها مايكروميتر سكوير، بتقيسها بوحده المساحات، عاده في شغل الهيدروجيولوجي بنقيسها بوحده المساحات اللي هي سنتيمتر سكوير متر سكوير اند سو، بس عاده البترول بنقيسها بالدارسي او الملي دارسي. هي عباره عن ذا ابيليتي اوف ذا روك to transmit fluids under certain pressure gradients. The ability of the rock. يعني ايه يا شباب الكلمة دي؟ يعني انا هقيس بروبرتي للروك. طب هتقيس بايه بقى؟ بفلويد اللي هو ايه؟ مية انتحار؟ ولا هتقيس بغاز؟ الغاز اسهل. طب مين ادق؟ المفروض الاتنين يطلعوا واحد. يعني ايه الاتنين يطلعوا واحد؟ لانها بروبرتي في الروك، انا قلت لك هي بروبرتي في الروك، مالهاش علاقه بنوع الفلويد. مالهاش علاقه بنوع الفلويد، طيب تمام. احنا هنقيس بالغاز، ليه هتقيس بالغاز؟ مع ان الخزان بيبقى فيه زيت او ميه. الغاز بيبقى اسهل في عمليه القياس، ولو حصل خطا بكرره مره واثنين وثلاثه. انما المفروض ان نفس القراءه تطلع هي نفس قراءه الزيت او الميه. بس الزيت والميه والغاز مش زي بعض. ازاي هتخلي لي دي زي دي؟ لان انا باخد الفيسكوستي في الاعتبار، القانون بتاعي بيدخل في الفيسكوستي. فبالتالي طالما الفيسكوستي دخلت معايا يبقى انا كده هلاشي نوع الايه؟ الفلويد بتاعي. يبقى البرمابيليتي بتاعتي اللي هي الابسوليوت برمابيليتي هي ability of the rock to transmit fluid under certain gradient pressure. برضه يعني ايه gradient pressure؟ قاعده. عشان تاخد فلو، عشان يحصل فلو لازم يكون في بريشر جريدينت. لو البريشر جريدينت بتاعك زيرو يبقى مفيش فلو، يبقى مفيش برمابيليتي. اوكي؟ طيب نبدا الاول كده بسرعه مع بعض نشوف ايه العوامل الجيولوجيه اللي بتاثر لي على البروس، الافكت بروس. هنقسمه لنوعين. نوع يقلل ريديوسنج، ونوع يعمل امبروفمنت او انهانسنج. طب ايه الانهانسنج يعمل ايه؟ قال لي شكل الجرينز اذا كانت السفريست بتاعتها كويسه، الراوند كويسه، اذا كان في ديسوليوشن جوه الروك وليتشنج او غسيل واذابه. يعني ايه الكلام ده؟ ما هي السيمنت يا جماعه بتملى البوز وبتقفل الدنيا، الاذابه او الديسوليوشن بيشل السيمنت ويرميها بره فيحسن لي. الويزرنج بيكسر الصخر والفراكشرنج. الدولوماتيزيشن ممكن يحسن وممكن ما يحسنش حسب ظروفه. السورتنج
حاجات بنسميها فوليوم تشينجز، كل الحاجات دي بتحسن لي البروست. طب ما نركز كده على واحده عشان نبقى فاهمين. الديستريبيوشن، الديستريبيوشن مهم جدا، في اذابه جوه الصخر يبقى في تحسن للخصائص بتاعته. الفراكشرنج في تكسير الدنيا تبقى زي الفل. دول اهم حاجتين عندي. طب الريديوسنج حاجات كتيره، اولا الكلي مينرالز اللي عندها مقدره ان يحصل لها سويلنج. الكلي ده مشكله المشاكل عندنا في الاويل اندستري. ليه طيب حضرتك؟ لانه فاين جرينز بيملى البورز. يعني انت عاوز تقول لما يملى البورز هياخد مكان الزيت. وهيحد من حركه الزيت. طيب يبقى انت كده مشكلتك البرسنتج اوف كلي كونتنت بالظبط كده. لو انا عندي 20% غير لما يكون 30، غير ما يكون 40، غير ما يكون 50. عشان كده اخواننا بتوع البترول بيستخدم حاجه بنسميها كات اوف فاليوز، الشيل فوليوم بتاعي لو اكتر من رقم معين هبطل شغل، هيوقف لي الدنيا. طب يبقى مشكلتك البرسنتج بتاع الكلي. لا مش كده وبس، ونوعه. نوعه ليه طيب؟ في انواع كتيره من الكليز يا جماعه. اخطر حاجه بتقابلنا في صناعه النفط السمكتايت والاللايت. ليش معنى دول؟ لان دول عندهم القدره انهم يحصل لهم سويلنج، ينتفشوا ويقفلوا البورز تماما، يعملوا بلاجنج، خلاص مش عارف اشتغل، قفل البورز. يبقى نوع كلي مهم. طب ايه افضل نوع بالنسبه لك؟ الكولينايت ما بيحصلوش سويلنج، فبالتالي يعتبر نوع حميد. ممكن نسميه معذره مع فرق التشبيه ورم حميد. في ورم الكلي، الكولينايت ده ورم بالنسبه لي جوه الخزان. انما السمكتايت واللايت ده مشكله كبيره، ده بنسميه يعني اشبه بورم خبيث، بيعمل لي مشكله جوه الخزان وممكن يتحرك معايا ويدمر الخزان معايا. طب تمام، يبقى عندك مشكلتين، البرسنتج بتاعت الكلي والتايب بتاعه. لا مش كده وبس، في حاجه ثالثه. ايه هي؟ الكلي موجود فين بالظبط؟ لو موجود جوه السيمنت ومقفول عليه مش هيعمل لي مشكله، انما لو موجود في البور نفسه، في البور سروت، في حلق البور، هيقفله ويعمل لي بلاجنج، فهتبقى في مشكله كبيره معايا. طيب ايه تاني؟ ده اخطر مشكله موجوده عندي، السيمنتيشن مشكله، لانه بيحد من البورز. السيليسيفيكيشن، يعني ايه سيليسيفيكيشن؟ هو السيمنتيشن برضو بس بالسيليكا. الميتامورفيزم، ميتامورفيزم ده بيقفل المسام بالكامل. الباكينج، الكومباكشن، اي بريشر بيقع على الخزان بيحاول انه يدمر البورز اللي فيه ويقفل. كل دي عوامل بتقلل. طب مين اللي هيفهمني الحاجات دي يا شباب؟ السيديمنتولوجي. بص على السكتش. اول نوع من الخزان مفيش عندي اي كلي، بسميه كلين. تاني نوع في عندي لامينز من الشيل. اللامينز دي بتعمل ايه؟ بتاخد من جسم الخزان، فهتاخد من البروسي وتاخد من الماتريكس. طب في حاجه بنسميها ديسبيرس، ده اخطر نوع بقى الديسبيرس، لانه موجود زي ما احنا شايفين بين الجرينز جوه البورز نفسها، يعمل لي مشكله جامده، بياخد من البورز يقلل لي البروستي، تروديوس ذا بروستي اند تو كيل تو جريتلي تو هايلي ريديوس البرمابيليتي، تاثيره بيكون قوي جدا على البرمابيليتي. طيب في نوع اخير مش مهم، حميد، بنسميه structural clay، بيكون جوه الماتريكس نفسها، ما ياثرليش، مقفول عليه جوه. يبقى النوع ده كويس جدا بالنسبه لي، يكون في عندي structural clay او clean sandstone. طب اللي بعدهم يبقى اللامينر، اختارهم مين؟ الديسبيرست. تعالوا نبص على اللايت، شايفين اللايت عامل ازاي؟ something like a hairnet، شبكه زي ما انت شايف، زي شبكه العنكبوت. تعال اعمل فلو للزيت بتاعك، مجرد ما يتحرك لو في عندي اي فاينز اتحركت هيروح الشبكه دي مصطادها هنا، ويبدا يصطاد الجرينز الصغيره لغايه لما يقفل الممر بالكامل ويقضي عليه. فبالتالي هيعمل لي ايه؟ سيجنيفيكانت برميبيليتي ريدكشن، هيوقف الفلو تماما، والبروس هيقللها بس الدرجه مش قويه. ليه؟ لان هو يا دوبك بس هيقفل المنطقه اللي هو فيها، انما المنطقه اللي هو فيها ده ممر، لو قفله يبقى وقف الفلو في الممر كله، وفي نفس الوقت السايز بتاعه صغير، هيعمل ادسوربشن للووتر فيديني هاي ريديوس ووتر سيتويشن.
وجود الحاجات دي ممكن يعمل مايجريشن مع زيادة الفلو بتاعي. يعني يجي أخونا مثلا مهندس الخزانات انطلب منه إن هو يزود الإنتاج، يروح فاتح الإيه؟ الحنفية، طلع لي إنتاج أكتر، نقول له وقف، أنت هنا عندك كارثة، أنت هتزود الفلو جوه الخزان. طب ده هيعمل إيه عندي؟ لو الفلو ده مش أوبتيمم يبدأ الكليزي تتحرك وتبدأ تقفل لي المسام بتاعت الإيه؟ الصخر. دخل تبص تلاقي إيه؟ اخواننا اللي بيلجأوا للجزء ده كل شويه عمال يعمل كومبليشن للبير، ليه؟ مشاكله ما بتخلصش لان الريت بتاعه عالي شويه في الانتاج، لازم يعمل اوبتمايزيشن. ده السورتنج، عندي كلين ساند مفيش سورتنج، مفيش شيل، السورتنج بدأ يقل شويه، احجام بقت مختلفه، الشيل بدأ يظهر، فيري بورلي سورتد، يبقى very low process and probability. فال probability يزيدوا في اتجاه زيادة اللي السورتنج. ايه اللي عند سين سيكشن؟ وضع عند ده دولومايت اهو. طبعا عشان لو معانا مهندسين ممكن ما يكونش فاهم يعني ايه سين سيكشن، لان دي حاجة خاصة بالجيولوجيين شوية. بيجيب شريحة بسيطة من الروك ويبدأ يشوفها تحت الميكروسكوب ويصبغها بصبغة زرقاء. لما يصبغ بصبغة زرقاء يقدر يشوف الممرات بسهولة. فانا عندي لما صورت تحت الميكروسكوب بلو ايبوكسي بلو ايبوكسي، اوكي دايت بلو ايبوكسي، بيبقى ايبوكسي ويعمل له ميكس مع البلو داي ويحقن بيه، او احيانا ريد فلوريسنس، بمعنى اصح هو لون بيديه للريزين بتاعي عشان اقدر اشوفه تحت الميكروسكوب. الله يفتح عليك، ممتاز. مجرد ما شفت الفراكشر هنا او التشانل اعرف ان هنا القراءات هتكون كويسه بروسوبيليتي. طب نبص كده على الساند اللي في اليمين دون، شايفين اللون الازرق قوته عامله ازاي؟ لو عملت استيميشن للون ده على الاقل معايا 40% بروستي هنا وكلها اوبن ودنيا جميله جدا، يبقى هتوقع ان البروبيليتي هنا ما تقلش عن 3000 ولا 4000 بروبيليتي، طبعا اعتمادا على ميلي داس، اعتمادا على الخبره. يبقى انا عندي هنا مجرد ما شفت السين سيكشن اقدر اعمل بريدكشن اوف ورك كواليتي، اقول لك هنا لن تقل عن 40% او 35% بروسي ومعاك 3000 او 4000 ملي دارسي بالبريدكشن، حاجه كويسه جدا طبعا. طب ايه اللي عندي هنا؟ بيوريني الديسوليوشن اند ليتشنج اوت، شايفين جسم الفلسفار حصل له ديسوليوشن اند ليتشنج اوت، فاداني هنا يعني خاص يعني ميزه جميله انه رفع لي البروسبيليتي بتاعتي. بس خد بالك الخزان بتاعك عباره عن ايه؟ نطاقات من الديسوليوشن ونطاقات من البريسيبيتيشن، فهتلاقي جزء حصل له ديسوليوشن بالطريقه دي هيتحرك الماتيريال اللي موجود هنا وتترسب في زونه ثانيه، وبالتالي الكواليتي هتزيد في زونه وتختلف في زونه. عشان كده عاده بنلاقي في انتركاليشنز جوه الخزان ما بين حاجات بروميسنج وحاجات تعتبر باريرز او بافلز. ده اس اي ام سكاننج مايكروسكوب، واضح عندي الفراكشر ظاهره ومصوره. طب وهنا واخدين بالكم قصه كبيره، هنا في ايه قدامي ظاهر؟ هنا في فراكشر كان موجود، يبقى في 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 في, في مرحله من المراحل في ايدج من الايدجز حصل فراكشرنج للروك، الكواليتي بتاعته زادت، بس في مرحله لاحقه جت سيمنت دخل البحر وبدا يعمل لي نوع من انواع التلاحم جوه الخزان، مال الخزان وبدا يرسب في الفراكشرز وراح قافلها. طب لما اشوف حاجه زي كده ابدا بقى اسال سؤال، في فراكشرنج؟ في مثبت اهو، بس في هنا مرحله لاحقه قفلت الفراكشرز، يبقى دورك ايه كواحد شغال في الاكسبلوريشن؟ ادور على زونه تكون فريش، يكون البحر ما قدرش يوصل لها ويقفل المسام بتاعتها. بنسبه كبيره بنلاقي في نطاقات ما حصلهاش كومبليت سيمنتيشن وفي نطاقات حصلها بالصوره دي. الفراكشرز عموما بنعرفها ازاي؟ ليها بارلل ست زي ما احنا شايفين، نتيجه الفراكشرز بتيجي نتيجه ايه؟ ان في ستريس بيقع عندي على الخزان، الستريس ده بيبقى له اتجاه، وبناء على هذا الاتجاه يبدا كل الفراكشرز اللي عندي تترص بارلل للستريس اللي ظاهر عندي. الفاجز
دي سوليوشن بس مش مؤثره قوي، لانها بتكون ايزوليتد زي ما احنا شايفين بالمنظر ده. امال مين اللي مؤثر؟ الفراكشرز مهمه جدا. طب الدروماتيزيشن، الدروماتيزيشن ده كومبليكيتد شويه. السكتش اللي قدامي ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان الدروماتيزيشن 3 فيزز. الفيز الاول اللي هو بور فيلينج، بور فيلينج فيز. يعني ايه الكلام ده؟ هنا لو معانا حد من اخواننا الجيولوجيين اللي رد عليا دلوقتي بيقول لي البوكسي، البلو ايبوكسي، بعد لما بعمل بجهز الصخر بتاعي البلو داي عشان تعرفني البروست، ممكن بعد كده استخدم مجموعه من الدايز اللي موجوده عندي عشان تلون لي الصخر، تقوم تعرفني كومبوننتس من كومبوننتس ثانيه. فمثلا هنا انا بستخدم حاجه اسمها اليزارين ريد اس. الاليزارين ريد اس نعم، ممكن مشاركه بسيطه؟ اتفضل. بنحكي على عملية الدروميزيشن، تمام. ممكن البشمهندسين ما عندهم مش باكن جراوند عليها. الدروميزيشن هي عملية ريبليسمنت تصير ما بين الايونات نتاع المغنيسيوم وايونات الكالسيوم، تمام. فطبعا عندنا الحجم بتاع الاتوم بتاع الكالسيوم 20 والسايز بتاع المغنيسيوم 12، فلما تحل ذرة المغنيسيوم محل الكالسيوم يجد فيه شنو؟ يزيد الفويد او البلوسيتي يزيد عشان ما بتقدرش تحل محل الموليكول بالكامل لان السايز بتاعها اقل، فلو شلنا سفير كبيره وحطينا سفير صغيره بنسيب سبيس، تمام. ايوه بالظبط. بتضيف حاجة تاني؟ لا لا تمام تمام شكرا. إنما المرحلة اللي بيتكلم عليها الباشمهندس هي المرحلة الثانية بنسميها الفوليوم ريبليسمنت فيز. خلينا الأول نبدأ بأول مرحلة عشان نعرف مشكلة الدروماتيزيشن معانا. المرحلة اللي بتأثر عملية الريبليسمنت لازم يجيني سوليوشن ماجنيزيوم بيرنج سوليوشن، يبتدي يعمل انفيشن للصخر. طب هيعمل انفيشن هيخش منين؟ من الممرات. لما يدخل في ممرات هيرسب المغنيسيوم بتاعه فين؟ جوه الممرات نفسها. لو في تشانلز في بورز هيبدا يملاها بالسوليوشن ويرسب لي جواها. ده معناه ايه؟ معناه انه هيعمل لي جريت ريدكشن للبروستي والبرمابيليتي. طب في اكزامبل عندك؟ احنا شرحنا انها بنسميها بور فيلينج فيز. تعالوا نشوف هنا الصبغه اللي صبغناها للروك بتاعي لونها احمر. طب الصبغه دي فيها حاجه مختلفه؟ الصبغه دي تقدر تظبط تصبغ الكالسايت اللي هو ايه؟ اللي هو الكالسيوم كربونيت الحجر الجير، هتصبغه هيقبلها ويديني لون احمر. طب بالنسبه للدولومايت اللي هو ايه الدولومايت؟ الدولومايت بقى زي ما قال زميلنا ريبليسمنت مع ريبليسمنت للمغنيسيوم اسف للكالسيوم بالمغنيسيوم. فيبقى عندي الكومبوزيشن بتاعه هو كالسيوم ماجنيزيوم كربونيتس. ده ما بيقبلش الصبغه دي فيفضل لونه زي ما هو. فنبص نلاقي الباتشز اللي ظاهره قدامكم دي معناها انها من الدولومايت. طب ملاحظين ان دي كانت بورز اصلا ومع ذلك لما صبغنا ما بقتش الصبغه، يعني فضلت زي ما يبقى دي اتملت بالدولومايت. يبقى الدولومايت لما دخل عندي هنا اللي هو الحجر الدولوميتي، السوليوشنز لما دخلت عمليه الدلمته لما بدات خلت الكواليتي بتاعت الريزرفوار تقل لانه ملى في البورز. طيب يبقى معنى كده انها مش حاجه بروميسنج في البدايه؟ لا، بس في حاجه بنسميها الاوبتيمم زون او الاوبتيمم فيز اللي اتكلم عليها زميلنا اللي هي الدولوماتيزيشن بقى بروسيس نفسها. في ريبليسمنت بيحصل مش بور فيلينج. في المرحلة الأولانية بور فيلينج دخلت ومليت البورز، هيبدا بعد ما يملى البورز يطلب مدد من السورس بتاعه، ابعت لي سوليوشنز جديدة بمغنيسيوم جديد. يبدا المغنيسيوم كميته يزيد، يبدا يعمل اتاك للأجزاء الريد دي زي ما قال زميلنا ويعمل ريبليسمنت للموليكيول بتاع الكالسيوم بالموليكيول بتاع المغنيسيوم. تبدا تظهر عندي البورز العاليه جدا زي ما انتم شايفين ويبدا اللون الازرق بتاع
البروستي بتاع البلو دايت ايبوكسي يظهر عندي اهو، الاماكن الزرقاء بدات تظهر اهي، البروستي عاليه جدا، الكواليتي بتاعت الخزان عاليه نتيجه الدروماتيزيشن، ودي حاجه عاده بنسميها الساكروزيك دولومايت، وبيبقى هايلي انتر كريستالاين بروستي. واختم بالكم لسه في ريليسز، في اثار فضله من الكالسايت اللي هي مديه لون احمر خفيف. طيب لو حصل اكسس من المغنيسيوم يبدا يحصل ايه؟ الكريستالات اللي اتكونت عندي اللي هي الطفيفه دي التيني يبدا تزيد في السايز، يحصل انكريزنج الكريستال سايز وتتحول للشكل اللي احنا شايفينه ده، ما بقاش فيه كالسيوم خلاص، كله راح وكله بقى دولومايت، يبدا السايز يزيد، تبدا تعمل انتر لوكينج، تبدا تقضي على البورز اللي اتكونت في السكند ستيج اللي هي بتاعت الفوليوم ريبليسمنت فيز، يبدا الكريستال سايز يزيد، حاجه بنسميها نيومورفيزم، يعني السايز هيبدا يزيد بقوه ويقضي على اي بروس اتكونت. يبقى اذا السؤال، هل الدروماتيزيشن عمليه من العمليات اللي بتعمل امبروفمنت للكواليتي بتاعت الخزان في الحاله الوسطيه فقط اللي هي بنسميها الفوليوم ريبليسمنت، او الحاله الايديال لعمليه الدروماتيزيشن الفوليوم ريبليسمنت، انما في الحاله الاولانيه البور فيلنج والنيومورفيزم بتبقى بتعمل ديتيريوريشن للخزان، بتقلل الكواليتي بتاعته. تمام؟ وده سين سيكشن بتوضح لي اللي احنا بنقوله. البلو داي واضحه عندي اهو، الكريستالات بتاعت الدولمايت بدات تكبر وتقفل، لسه في ريليسز من الكالسايت. واضح ان العمليه هنا الى حد ما انتقاليه في طريقها انها بتدمر الخزان لان البوز بتختفي اهي. طيب هنا ايه الوضع اللي قدامي؟ اللون اللي هو الاورنج ده لون الكالسايت، واللون اللي هو مش اورنج ده لون الدولومايت. واضح طبعا ان كان في ممرات هنا، واضح ان الدولومايت قضى عليها وملاها، يبقى الدولوماتيزيشن هنا عمل ايه؟ عمل تاثير عكسي، عمل ريديوسنج معايا، بينما في الحاله اللي كانت دي عمل هاي امبروفمنت، يبقى الدولومايت حسب الفيز اللي بيأثر فيها. طيب هنا الوضع شكله ازاي؟ هنا دي مختلفه شويه. لا بص على، بص يا شباب على الشانل او البور اللي قدامي ده، شايفين الرومبس بتاعت الدولومايت؟ الدولومايت عاده بيبقى له شكل رومب مشهور بيه. شايفين مال البور ازاي وقفلها تماما؟ دي احد مشاكل الدولومايت، بس دي في المراحل الاخيره او الاولانيه. فيرست فيز البور فيلينج كالسايت واضع عندي اهو باللون بتاعه. طب ايه اللي ظهر عندي؟ دي سيليكا، سيليكا سيمنت دخلت ملت الممر بالكامل وقفلته، واخدين بالكم؟ ولو ركزتوا اكتر هتلاقوا قصه كبيره. القصه نبتديها مع بعض كده، كان في شيل هنا، كان في حفريه اتغسلت ومشيت، بقى في هاي بروستي، بقى في كواليتي كويسه جدا للخزان، وبعدين ايه؟ في محاولات تمت من الكالسايت انه يدخل مره ثانيه. خدوا بالكم الخط ده، ده كالسايت مختلف عن ده. الكالسايت حاول يخش مره ثانيه بحموله جديده وحاول يرسب في المكان اللي سابته الحفريه اهو. الباتشز اللي ظهر عندي دي بلون مختلف والفرق بينهم واضح اهو في الزمن. فبدا يحاول يحط بعض الاماكن كده، بس السيليكا كانت اسرع منه، راحت جايه بسرعه وبدات تدخل وتملى هي، وهي بتخش هتلاقي عملت ووشنج لبعض الباتشز من الكالسايت الجديد. فهنا في سيمنتيشن تم على مرحلتين، مرحله اولى بالكالسايت ومرحله ثانيه بالسيليكا، وقبلهم كان في مرحله بتاعت ديسوليوشن اند ريتشنج اوت لجسم الحفريه اللي كان هنا. القصص دي كلها ممكن اعرفها من السين سيكشن. طب انا راجل بتاع كور اناليسيز، هعرف الكلام ده ازاي؟ مش هعرفه غير لما ارجع للبتروجرافر عشان يكمل لي الصوره بتاعتي. في عندي الكربونيتس انواع كثيره جدا من البورز، يعني ده المفروض بتروجرافي مش خاص بينا النهارده، بس لكم. وعندي هنا اشكال البور تايب تحت الميكروسكوب، يعني فور فيرذر ريدنج. تمام؟ ناخد بريك كده شويه بقى هنا يا شباب. طيب هنبدا نتكلم على قياس البروستي.
اتفقنا ان البروستي هي ريشيو ما بين التوتال بور فوليوم للبالك فوليوم للروك. اوكي، في عندي تو كومون ترمينولوجي بنستخدمهم في البروستي، عاوزين نميز ما بينهم. الاولاني ثيوريتيكالي بنقول التوتال بروستي ايه هي؟ هي الريشيو اوف ذا توتال بور فوليوم تو ذا بالك فوليوم اوف ذا روك ريجاردليس او without considering the continuity of the bores. يعني هو حجم البورز داخل الصخر بغض النظر عن كونها متصلة او منفصلة. يعني ندي مثال قدامنا، ده بور منفصل تماما بيدخل معايا في الحساب، بورز متصلة، بورز متصلة، كل الكلام ده بيدخل معايا في حسابات التوتال بروستي. توتال by mean all the bore spaces. Okay. Another term is called effective porosity. The effective porosity. إيه هي the effective porosity؟ برضو ratio, volumetric ratio. نسبة between the interconnected, the connected bore volume to the bulk volume of the rock. Okay. يبقى the effective بروستي هي دي المهمة بالنسبة لي في الأويل إندستري، هل البوز متصلة أو منفصلة؟ يبقى أنا يهمني الإفكتيف بروستي. ثيوريتيكالي زي ما احنا شايفين الأجزاء المتصلة دي كل دي انتر كونكتد أو إفكتيف. طب هنا في جزء إفكتيف كونكتد وفي جزء أيزوليتد، هنا دي توتال، طب هنا كومبليتلي أيزوليتد ومع ذلك هتتحسب. ليه؟ لأنها توتال. طيب يبقى in general the effective porosity هي الratio of the connected bore volume to the bulk volume of the rock. يبقى لازم تكون عارف the bulk volume of the rock. اوكي، ال total porosity هي ratio of the total bore volume regardless the continuity of these pore spaces to the bulk volume of the rock. ده كلام theoretical. طيب تعالوا نشوف الكلام البراكتيكال. دلوقتي انا بشتغل ويلو بانج، يعني ايه توتال بروستي؟ يعني التوتال بورد اللي هنحددها داخل الروك، وعندي كذا طول لتحديد البروستي في الروك، منها البروس الدنسيتي والنيوترون بيطلعوا لي الايه التوتال بروستي. اوكي، طيب ايه الافكتيف؟ احنا بنتكلم ويلو بانج، ايه الافكتيف؟ هي نفس القيمه بتاعت التوتال بروستي كوركتد للشيل فوليوم. يعني الافكتيف بشيل منها الشيل فوليوم. ليه بتشيل منها الشيل فوليوم؟ لان البورز اللي بين الشيل بارتكلز مش هتشارك معايا في عمليه الانتاج او الفلو اللي موجود عندي. تاني يبقى التوتال بروستي من الويل لوجينج هو البروستي اللي بنحددها من النيوترون والدنسيتي. طيب والافكتيف بروستي هي توتال كوركتد للشيل فوليوم. مين اللي بيتكلم؟ واحد شغال ويل لوجينج. طيب في الكور اناليسيز انا بيس حاجه واحده بس اللي هي الافكتيف. ليه؟ لان انا بعمل انجكشن بهيليوم، بعمل انجكشن للبورز بهيليوم، هنشوف ازاي دلوقتي. يبقى اذا اللي انا بقيسه في اللاب هو الافكتيف. طيب ده مفهوم هنا في اللاب، نركز في الحته دي يا جماعه عشان خطيره جدا. طيب انا لما اجي اقيس في اللاب افكتيف، سؤال بقى سريع كده، كوركتد للشيل فوليوم ولا لا؟ لا مش كوركتد للشيل فوليوم. ايه ده مش كوركتد للشيل فوليوم؟ لا، يعني دي شبه التوتال اللي بتطلع من الويل لوجنج. برافو عليك. تاني عشان نبقى فاهمين، يبقى الافكتيف اللي بيقيسها الكور في المعمل مش كوركتد للشيل فوليوم، بينما الافكتيف اللي بيقيسها اللوجينج كوركتد للشيل فوليوم. يبقى ما ينفعش اقارن الافكتيف بافكتيف من هنا. افكتيف من اللوجينج كوركتد للشيل فوليوم، افكتيف من الكور مش كوركتد. طب ايه اللي مش كوركتد هناك في اللوجينج؟ التوتال بروستي. يعني انت عاوز تقول لما اجي اقارن
البروستي من اللوج مع الكور اقارن التوتال بروستي من اللوج اقارن البروستي that is not corrected for gel volume من اللوج مع الافكت بروستي اللي انا بعملها في المعمل صح كده؟ ايوه تاني يبقى البروستي اللي هتطلع من المعمل هتقارن بالتوتال بروستي اللي هتطلع من اللوج. بكلمات اخرى لما اجي اعمل كاليبريشن لللوجينج اجيب التوتال بروستي بتاعت اللوج واقارنها بالبروستي اللي طالعه من المعمل. اوكي خلينا نشوف. يبقى ماثيماتيكالي توتال بروستي توتال بور سبيسز ديفايدد باي ذا بالك فوليوم اوف ذا بلاج واجيبها بالبيرسنت. الافكتيف هي الانتر كونكتد ديفايدد باي ذا بالك ريليتد تو ذا بيرسنتج. يبقى انا محتاج ايه يا شباب؟ احدد البور فوليوم الجرين فوليوم والبالك فوليوم. هتحدد الثلاثه؟ لا طبعا احدد اثنين بس والثالث هيبقى كومبلمنتري معاه. طب انت محتاج ايه عشان البروس؟ محتاج حاجتين البالك فوليوم والبور فوليوم مش محتاج غير دول. طب امال ايه الجرين دي؟ لو ما عرفتش تقيس البور فوليوم ممكن تقيس الجرين فوليوم ومنها تحسب البور. طب تعالوا نشوف كده. ده سكتش تاني برضو بيشرح لي حته التوتال والافكتيف فور فيرذر ريدنج. تعالوا نشوف عمليه الايه؟ البروسي. محتاج احدد تو فوليومز من الثلاثه دول. برايمرلي البور والبالك. اوكي؟ طيب البالك فوليوم احدده ازاي؟ عاده يا شباب في الاويل اندستري قول واحد بجيب بلاج. بلاج يعني روك لو سلندريكال فورم. اقدر اجيب اللينس بتاعه واقدر اجيب الدايمتر ومنه احسب التوتال فوليوم او البالك فوليوم اللي هو هيبقى اللي عندي سيركل في البيز يبقى باي ار سكوير ملتبلاي باي لينث او الهايت بتاع البلاج اللي موجود عندي. يبقى انا كده طلعت البالك فوليوم بطريقه ماثيماتيكال عاديه جدا. بيكون معايا مايكروميتر عاده بيكون ديجيتال وبيروح قريب اللينس والدايمتر. لازم يا شباب اقيس الدايمتر. خدوا بالكم انا وانا بتكلم بقول لكم ان الدايمتر بنثبته 2.5 سم او بوصه. انا ما بعملش كده فعليا. امال بعمل ايه؟ انا بثبت الدريل الاسطوانه اللي انا بقطع بيها. الكور دريلر اللي انا بقطع بيه بيبقى الدايمتر الداخلي بتاعه بوصه. فانا بعتقد ان المفروض البلاجة اللي تطلع منه قطرها بوصه برضو. بس الكلام ده مش صحيح. ليه؟ براكتيكالي لو العينه فرايبل وانا نازل بحفر في العينه هاكل في الجوانب بتاعتها. لان في جرينز بتطلع معايا بتقعد تعمل ابريجن لجسم العينه فالعينه لو فرايبل تطلع السمك الدايمتر بتاعها ضعيف شويه ممكن تطلع 2.2 2.3. لو العينه كومباكت تطلع لي 2.5 شارب. يبقى لازم لكل عينه اقيس بايدي فعلا ما احطهاش 2.5 لانها هتفرق معايا في البالك فوليوم هتديني ايرور. طيب تعالوا نقيس الجرين فوليوم. الجرين فوليوم ده بقيسه بالقانون بتاع بويلز لو بروزوميتر. في بروزوميتر بشتغل بيه ببساطه شديده عشان وقتكم. ده شكل البروزوميتر. عندي تشامبر. التشامبر دي فيها سلندر من جوه شبه دي بالظبط. بحط فيها العينه بتاعتي وابدا اضخ هيليوم. ليه هيليوم؟ لان الهيليوم هو انرت جاز و هاز ذا مينيمم مولكيول سايز له اقل حجم للمولكيول وبالتالي له اكبر مقدره انه يخترق ادق البوز فهيديني قراءات قويه جدا. تمام؟ وده سكتش للي بيتم داخليا. الجهاز ده موجود عندنا في اللاب هو فولي كمبيوترايزد يقدر في النهايه يحسب لي الجرين فوليوم بتاع الروك من خلال انه بيبقى عارف بعض المعلومات. السلندر السايز بتاعها اللي هي التشامبر اللي جوه السايز بتاعها قد ايه. في هيليوم انا بدخله بيبقى معايا طبعا سنسور تايم سنسور تمبريتشر وسنسور بريشر جادج وثرمومتر الاثنين يدوني بريشر وتمبريتشر وبناء عليه اقدر اعرف حجم او الفوليوم بتاع الجاز اللي انا عملت له انجكشن داخل الايه التشامبر دي. ومنها ازاي نركز؟ لو التشامبر فاضيه زي كده هتتملي كلها بالهيليوم. طب لو فيها العينه بتاعتي هيملى التشامبر
والبورز بتاعت العينه، ومش هيقدر يجي ناحيه الجرين. يعني ايه؟ يعني هيملى البورز ويملى التشامبر والجرين هتفضل زي ما هي. يبقى انا لو التشامبر دي عندي فور اكزامبل بتتملي ب 50 سي سي، هنا قدرت املاها ب 40، يبقى الجرينز اللي جوه 10 سي سي، يبقى انا طلعت الجرين فوليوم. عشان كده بنقول الطريقه دي اندايركت. الطريقه دي دقيقه جدا بس اندايركت، بتديني ايه؟ الجرين فوليوم مش البور. طب انا حاسب البالك بالمايكرومتر، معايا الجرين هطلع البور وبعدين اروح حاسب البروست. البور فوليوم ديفايد البالك فوليوم هيديني البروست. اهو هاجي اعمل السبتراكشن بتاعي، البالك ماينس الجرين هيديني البور، واحسب حساباتي بقى تمام، واطلع منها بالبروست بطريقه دقيقه جدا، ولكن نوت كوركتد للشيل فوليوم. فلما تيجي تقارنها باللوجينج قارنها بالتوتال بروست. ودي بعض المعادلات الاخرى اللي ممكن استخدمها في اللاب او في اللوجينج. يبقى دي الطريقه الاولى بتاعت الهيليوم بيكنومتر او طريقه قياس البروست، ودي ادق طريقه بنشتغل عليها. في حاجه تانية اسمها سمشن اوف فلويدز، دي مش دقيقه قوي. طب بتعملوها ليه طالما مش دقيقه؟ هقول لك بنعملها ليه. عشان هقدر من هنا اطلع بالاويل ساتوريشن والجاس ساتوريشن، ولما اجمع الاثنين هيدوني حجم البورز اللي كانوا موجودين فيه. وطالما عرفت حجم البورز وعندي البالك فوليوم، هقدر اطلع ايه؟ البروست بتاعت اللي هي بنسميها سمشن فلويدز بروست. يبقى بطلع من هنا بثلاث حاجات: سمشن فلويدز بروستي، اويل ساتوريشن، ووتر ساتوريشن. لو فاكرين الريبورت اللي عرضناه في اول المحاضره السابقه، الريبورت ده فيه ثلاثه بارامترز بيطلعوا لي من هنا. الفكره هنا بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على انا بجيب الكور باريل، اخد 100 جرام فريش اكسرهم كده، افككهم بزيتهم بميتهم بحاجتهم. خدت بالك انا بقول ايه؟ بزيتهم بميتهم بحاجتهم. يعني ايه؟ يعني ما يكونش نظفت العينات، ما اكونش نظفتها، ما عملتهاش كليننج زي ما عملت مع البروست في الهيليوم، ما اكونش نظفتها. طيب وعشان ما تنظفهاش يبقى انت محتاجها. ايوه محتاجها. طيب ولو محتاجها يبقى تنقلها صح. تنقلها صح يعني ايه؟ يعني ما تعملهاش هاندلنج بالطريقه اللي هي اللو كوست اللي احنا عملناها في البدايه. ادخلها في شمع، احطها في شمع في الفيلد وانقلها للمعمل متشاله جوه الشمع ده. ليه؟ لان انا هنا عاوز الزيت والميه احسبهم بالظبط. في بدايه المحاضره السابقه قلنا الهاندلنج على البيربوس اللي انت محتاج تعمل فيه الاناليسيس. محتاج الزيت والميه يبقى تنقل عيناتك صح والبريسيرفد. تجيبها تحطها في شمع في الفيلد وتروح نقلها بميتها بزيتها للمعمل. اجي انا في المعمل اروح مقسمها تلت وتلتين، والتلت بتاعي اروح مكسر من قلبه جوه 100 جرام بزيتهم بميتهم، واروح ناقلهم الريتورت اللي احنا شايفينه ده فرن. بيبقى فيه تيوبز معدن مرصوصه بالمنظر ده كده، تايتلي كلوزد، مقفوله تماما معدن، وفي نهايتها في جزء بيتدلق اللي هو الجزء المعدن ده. بنركب هنا جراديويتد تيوب، جلاس جراديويتد تيوب، والعينه بتاعتي احطها جوه واقفل. مجرد ما هقفل هتبقى مقفوله كويس جدا، مفيش اي حاجه هتخرج منها. ابدا عمليه التسخين. ايه اللي هيحصل مع التسخين؟ الاول بس تتسخن لكام؟ انت نسيت تقول لنا. طب انت الاول عاوز ايه؟ عاوز الميه. اشمعنى الميه؟ لان الميه بتتبخر قبل الزيت. طيب عند كام؟ عند 120. يبقى هي بدايه شغلنا هسخن عند 120. ايه اللي هيحصل؟ هيبدا الميه يحصل لها ايفابوريشن. طيب هتروح فين الميه؟ هتطلع لفوق. هنا تايتلي كلوز، مش هيسمح لاي فيبر انه يخرج. طب امال الفيبر ده هيروح فين؟ هينزل من تحت. ينزل من تحت ازاي؟ لان البخار ضغطه مضغوط جوه مع التسخين، ملوش منفذ غير من تحت. طيب هينزل لتحت، يروح فين؟ اول ما ينزل تحت في المنطقه دي بالظبط اللي هي الجزء ده،
هروح مقابله بحمام ميه، خط ميه داخل خط ميه خارج، اعمل سيركوليشن للميه في المكان ده. ليه؟ عشان اعمل كوندنسيشن للفيبور. يبقى هو اتحرك من فوق كفيبور تحت البريشر العالي نتيجه الايفابوريشن، هاجي مقابله من هنا كوندنسيشن، هيبرد جسم التيوب، الفيبور اللي جواه هيتحول لميه، يحصل له كوندنسيشن، يروح ساقط عندي تحت في التيوب. اكرر التجربه لغايه لما ما الاقيش ميه بتخرج. ازاي؟ براقب التيوب دي، براقبها في ميه بتخرج، شغال، وقفت يبقى بوقف. طب وبعدين؟ اروح رافع درجه الحراره ل 650. ليه؟ ليه 650؟ عشان استقبل الزيت، الزيت بيتبخر عن، يعني هيبدا يتبخر عن 650. طب العينه مقفوله يخرج منها ازاي؟ لا العينه مش مقفوله، مش احنا قلنا هنكسرها فراجمنتس كده صغيره ونفككها عشان يسهل خروج الزيت والميه؟ طيب هيبدا الزيت يخرج نفس السيركوليشن اللي حصل المره اللي فاتت، يبدا يحصل له ايفابوريشن هنا تايتلي كلوزد، هيلف ويروح نازل لتحت، اقابله بالكوندنسيشن سيستم، يروح نازل عندي فين؟ في التيوب، ويطلع فوق الميه. قتلنا قرر التجربه دي لغايه لما يتوقف خروج الايه؟ الزيت. طب وبعدين؟ كده انا عملت استيميشن لايه؟ عملت استيميشن للفوليوم بتاع الزيت، واستيميشن للفوليوم بتاع الميه، اللي المفروض لما اجمعهم على بعض هيديني التوتال فوليوم للبور سبيسز اللي كانوا جواه، وعندي البالك فوليوم بتاع العينه، اقدر اطلع من هنا بروستي، بسميها ايه؟ بسميها فلويدز سميشن بروستي. بس انا بقول لك الريكومنديشن بتاعي ما هياش دقيقه. طب وما انت استفدت هنا من ايه؟ استفدت ان انا هطلع لك اليور ساتوريشن بالظبط، وهطلع لك الوتر ساتوريشن. يبقى هنا في ثلاثة بارامتر صيروا عندي موجودين في الليسته الاولانيه، الريبورت اللي جاي لي من المعمل. دي طريقه ثانيه لقياس البروست، ما بنعملهاش في الاويل اندستري. بس انا ريكومنديشن بتاعي دايما ان انتوا تعملوها لو هتشتغلوا كهربيه في اللاب. لو مش هتشتغل كهربيه خلاص. انما البروست قول واحد في الاويل اندستري في الريبورتات بنقيسها بالهيليوم. طيب الطريقه دي ايه؟ لو هتقيس كهربيه برضه هقولها لك من باب العلم بالشيء. عندي عينتي لازم تبقى دراي، العينه دي عارف الفوليوم بتاعها، بجيبها احطها في ديسيكيتور، ديسيكيتور زجاج مغلق تماما، وابتدي اوصله بامب، فاكيوم بامب. تعمل ايه الفاكيوم بامب؟ تسحب كل الهواء اللي في الديسيكيتور واللي جوه العينات كلها، اعمل ايفاكيوشن بقوه عشان تروليز كل الهواء اللي جوه العين، وبعدين اروح عامل انجكشن بميه. اعمل انجكشن بايه؟ بميه. تعمل ايه الميه؟ هتروح داخله ماليه كل البورز اللي جوه الايه؟ العينه بتاعتي. طيب وبعدين؟ هاخد العينه بتاعتي دي بعد لما اتملت بالميه من جواها، واخدها اوزنها، اوزنها فولي ساتوريتد بالووتر، وعندي وزنتها قبل كده وهي دراي، هطرح الاثنين من بعض. لو طرحت الدراي من الفولي ساتوريتد هيديني وزنه الميه اللي دخلت العينه. طيب وبعدين؟ وزنه الميه اللي دخلت العينه هو نفسه حجم الميه. ليه بقى؟ لان الدنسيتي بتاع الميه بواحد، يبقى الفوليوم هو الايه؟ هو الويت. يبقى انا وزنت الميه طلعت مثلا سي 20 جرام، يبقى انا عندي كم ميه دخل جوه العينه؟ يبقى 20 سي سي. طيب والعينه مثلا سي هنقول ان حجمها مثلا 50 سي سي، تمام؟ يبقى بقسم حجم الميه اللي انا طلعته او وزن الميه اللي انا وزنته وحولته لحجم على حجم العينه، يطلع لي البروستي بتاعتي. الطريقه دي دقيقه، الطريقه مش وحشه، بس الادق منها الهيليوم. طب بعملها ليه دي؟ بعملها عشان لو بشتغل كهربيه محتاج القراءه دي للكهربيه في السكال بعد كده، القراءه دي هتكون ادق. هي بروستي برضو صح؟ اه صح، بس قيمتها موازيه للهيليوم؟ لا طبعا،
ليه؟ اقل. ليه؟ لان الميه ما عندهاش المقدره انها تخترق زي الهيليوم. هتطلع لي بروستي، يعني لو طلعت 20% بروستي من هنا لازم تطلع في الهيليوم اعلى. طب امال ليه بتعملها طالما مش دقيقه زي الثانيه؟ عشان اقارنها بالكهربيه فيما بعد. كده انا خلصت انواع البروستي. في اي اسئله فيها؟ شباب نمتوا ولا ايه؟ معك يا دكتور. في اي اسئله في البروستي؟ طيب مهم جدا ان انا لما اكلمك عن البروستي ده اللي احنا فهمناه من الجزء اللي فات ده، ان انا اقول لك قستها ازاي، لان بناء عليه هعرف الاكيوريسي بتاعها والابلكيشن بتاعها. اوكي؟ طيب البروستي دي انديكيشن للستورج ابيليتي للريزرفوار، يقدر يخزن قد ايه. طب ما تيجي نطلع الزيت، هنعرف عشان نطلع الزيت محتاجين نعرف يعني ايه برميبيليتي. طيب البرميبيليتي نوعين، هي ايه البرميبيليتي؟ The ability of the rock to transmit a fluid. فلويد واحد ولا اكتر من واحد؟ نوقف. لو فلويد واحد بنقول عليه سنجل فيز، لو اكتر من فلويد بنقول عليه مالتي. طيب فلويد واحد بتسميه ايه؟ ابسوليوت بريبابيليتي. ايه تاني؟ بيز بريبابيليتي، يبقى سميه ابسوليوت او بيز. وده فانكشن في الروك. يعني ايه فانكشن في الروك؟ يعني المفروض لو انت جبت لي عينه ساند ستون وقلت لي ان البرميتي بتاعتها 1000 مللي درس، ما اسالكش استها بايه؟ لو استها بالميه تدي 1000 مللي درس، لو استها بالزيت تدي 1000 مللي درس، بالغاز تدي 1000 مللي درس، لانها فانكشن في الروك. تمام؟ بالرغم من اختلاف الفيسكوستي بتاع الفلويد، وبالتالي ذا ابيليتي اوف ذا فلويد تو موف تو موبايل. ليه؟ لان انا باخد في الاعتبار الفيسكوستي، هنشوفها دلوقتي من خلال دارسي لو. طيب ايه تاني؟ في حاجه اسمها المالتي فيز، ده اوت اوف اور انترست، اوت اوف اور دومين توداي. هو ذا ابيليتي اوف ايتش فيز، انا عندي بقى اكتر من فلويد، عندي زيت وميه. كل ما تكتر الميه هتبقى حركتها اسهل، وكل ما يكتر الزيت هيبقى حركته اسهل. ليه؟ لان هو ذا كوندكتيفيتي اوف ايتش فيز ات ا سبيسيفيك ساتوريشن. نوقف. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في الابسوليوت فوق بديك قراءه واحده للبرميبيليتي، هنا لا، هنا اكتر من فلويد، الزيت حركته مش زي الميه. يبقى سعادتك لما تقول لي 40% زيت 60% ميه، يبقى هتديني افكت برميبيليتي للزيت لوحده وللميه لوحدها، وتحدد لي الساتوريشن بتاعك. احدد لك الساتوريشن بتاعي؟ يبقى معنى كده ايه؟ ان انا مش هديك قراءه بمعنى قراءه هنا. امال هتديني؟ هديك كيرف، ان هديك قراءات كتيره لان الساتوريشن بيتغير. يبقى هديك كيرف يقول لك عند 10% زيت كان البرميبيليتي بتاعته قد كده، الافكتيف عند 20% عند 30 لغايه 100%. وكذلك الحال بالنسبه لمين؟ للووتر. معايا؟ عاوز اقول ايه؟ عاوز اقول ان الافكتيف برميبيليتي فانكشن في الروك، تمام، وفي نوع التايب اوف فلويدز اوف ساتوريتنج فلويدز، تمام، وايه تاني؟ وفي الساتوريشن بتاع كل فلويد. كل لما يعلى الفلويد الساتوريشن بتاع فلويد معين، كل لما مقدرته انه يتحرك هتكون اقوى. تمام؟ يبقى دي مهمه جدا. طب ايه تاني يفرق؟ مش هديك قراءه محدده، خد بالك، هديك كيرف. مين اللي هيديني؟ انا هدي لك من اللاب، من الكور اناليسيس. افكتيف انت لما بيقيسها في المعمل هديها لك من الكور اناليسيس. طب ما المهندسين بيقيسوا افكتيف برميبيليتي في البير، بس هناك هيديني قراءه واحده، قراءتين، اسف، قراءتين، قراءه للزيت وقراءه للميه. طب اشمعنى هو هيديني اثنين؟ لان هو عنده ساتوريشن ثابت، اللي هو انهي؟ اللي بادئ بيه الانتاج. تمام؟ وصلت؟ يبقى هو هيقيس لي حاجه في البير عند الساتوريشن بتاع البير ميه وزيت، انما انا في المعمل بعمل لك سيميوليشن، بغير الساتوريشن من صفر لغايه 100 لكل فلويد من دول واديك كيرف. يبقى في عندك كيرفين. طيب عشان نسهل الدنيا على بعض،
في حاجه بنسميها ريلاتيف بروبابيلتي، اللي هي ريلاتيف ريليشن، واخد بالك؟ هي عباره عن ايه؟ ريشيو ما بين الافكتيف بروبابيلتي اللي هي المالتي فيز على الابسوليوت او السبيسيفيك او البيز. معايا؟ اقسمها مع بعض، اديني حاجه اسمها ريلاتيف بروبابيلتي. بتتقاس بايه البروبابيلتي؟ بالمايكرو اسف، ممكن تتقاس بالمايكرومتر سكوير في بعض التخصصات. عندنا احنا هنقيسها بالميلي داس، او كومونلي تو بي ميجرد باي ميلي داس. لو سعادتك شغال في الصين هتقيسها بالمايكرومتر سكوير، ما لناش دعوه بالصينيين دلوقتي. لا بس انتوا عندكم في لوك اويل اعتقد في بترو تشاينا موجود، يعني احيانا بيشتغلوا بمايكرومتر سكوير، ما اعرفش الوضع عندكم ايه بالظبط يعني. طيب يبقى اذا هتتقاس بالملي دارسي، الافكتيف برمابيلتي بالملي دارسي، الريلاتيف برمابيلتي واضح من الاسم يا شباب، ريلاتيف ريشيو، يبقى يا هتداني فراكشن بتوين 0 اند 1 يا اما هتدهاني برسنتج بتوين 0 اند 100%. ناخد بالنا بس من الامور دي. ازاي نقيس البرمابيلتي؟ بلاج ليها شكل ثابت، ليها لينس ثابت، ليها تو بارلل سيرفيسز. هبدا اضخ من خلال ان يكون في ديفرنشال بريشر، في فرق في البريشر، بريشر اعلى بريشر اقل، يحصل الفلو. كروس سكشنال اريا اخده في الاعتبار، اللينس اخده في الاعتبار، الفيسكوزي تؤخذ في الاعتبار، واحسب الفلو ريت اللي خارج لي. يبقى الفلو ريت بتاع الكيو عباره عن الكي اللي هي البرميبيليتي مالتبلايد باي ذا كروس سكشنال اريا مالتبلايد باي ذا ديفرنشال بريشر divided by الفيسكوستي، عشان الفيسكوستي بتاعت ايه؟ بتاعت الفلويد اللي موجود عندي، و divided بالايه؟ باللينس بتاع العينه. يبقى مهم ان احنا ناخد الحاجات دي في الاعتبار واحنا شغالين. تمام؟ في حته بس مهمه هنا احب ان انا انول ليها، اعتقد المهندسين بيبقوا عارفينها اكتر مننا كجيولوجيين، اللي هي ان انا عشان اخد معادلة سليمة من درسي محتاج بعض الكونديشنز. أولاً إن العينة تكون إلى حد كبير هوموجينوس، لما تكون هوموجينوس يبقى عندي الفلو بتاعي ستيدي، ما يحصلش فيه نوع من أنواع التربولنس. الحاجة الثانية إن الفلويد بتاعي يكون نيوتونيان فلويد. يعني إيه نيوتونيان فلويد؟ يعني ببساطة حركته كفانكشن في البريشر هتكون سهلة دايركشنال. متفقين؟ زي ايه كده عشان نبسط؟ زي الجاز، الجاز اللي الفلو بتاعه سلس جدا، زي الميه سلسه برضه. انما لو عندي زيت، لا، لو عندي عسل هاني، لو عندي طحينه، كل الحاجات دي نون نيوتونيان، يعني بتعمل شيرنج وهي بتعمل فلو. يبقى دارسي لو هنا هيبقى عنده مشكله بالنسبه لي، يبقى ما بطبقوش. عشان كده بنلجا هنا دايما للهيليوم، لان الهيليوم بينطبق هيليوم او نيتروجين حسب ما اسف يا شباب، اسف في بس خطا انا قلته. انا في البرونيتي ما بستخدمش هيليوم، بستخدم نيتروجين، نيتروجين او اير. ليه ما بستخدمش هيليوم؟ لان الكوست بتاعه عالي جدا، وانا هنا بضخ غاز واخرجه من الناحيه الثانيه. الهيليوم الكوست بتاعه عالي جدا فما اقدرش استخدمه هنا، فعادة بنستخدم النيتروجين او الاير عموما. معايا؟ وبحسب الفيسكوس بتاعتي باخدها في الاعتبار. تمام؟ ده المحاذير اللي قلنا عليها، النيوتونيان فلويد يكون فيه هاندرد ساتوريشن. طبعا لو بستخدم جاز، الجاز في سكندز بسيطه بيعمل هاندرد ساتوريشن، ويكون في عندي انرت جاز طبعا، ويكون نون رياكتيف وهكذا. طيب في المعمل اقدر اقيس لك الابسوليوت بغاز واحد، اقدر اعمل لك سيموليشن واقيس الافكتيف بروبابيلتي، واقدر احسب لك الريليتيف من الاثنين كريشيو بينهم وبين بعض. التستنج مهندسين الخزانات لما بيجي ماسك البير ويشتغل عليه بيقيس لي افكتيف بروبابيلتي. ليه؟ لانه بيشتغل على زيت وميه في نفس التوقيت، يبقى في قراءتين هيطلع بيهم، عندي ساتوريشن محدد للزيت وللميه. الجماعه بتوع اللوجز بيحسبوا البروبابيلتي، بيحسبوها ابسوليوت من خلال معادلات امبيريكال ايكويشنز، وده ما بيكونش محبذ اطلاقا يعني يا اما يجيبها من المعمل يا اما ما فيش داعي يحسبها من اللوج، عشان بيبقى يعني قراءات مش دقيقه. في اجهزه البرميومتر الموجوده عندي، عاده في البرميومترز بنقيس عن ثلاثه ليفلز، ليفل اول، ليفل ثاني، ليفل ثالث. الليفل الاول بفترض فيه
ان الصخر بتاعي بيرميبل، فمجرد ما بفتح الفلو بيحصل سريان. طيب لو الجهاز ما قراش ببدأ ازود البريشر بتاعي وبعتبر ان هو مودريت بيرميبلتي، وانتقل اشوف الفلو بيقرا عندي ولا لا. لقيت لسه مش قاري فلو، ببدأ ازود البريشر كتير وانقل عند اقل مستوى من البيرميبلتي اللي هو البور بيرميبلتي او التايت بيرميبلتي، وابدا اقيس في الليفل الثاني. فعاده بيبقى في عندي ثلاثه ليفلز اثناء قياسات الايه البيرميبلتي، باستخدام ايه؟ باستخدام النيتروجين او الاير. وبيبقى في عندي رينج من القراءات بتبدا عاده من 0.01 ملي دارسي اب تو 10,000 ملي دارسي، كومونلي 10,000، بس احيانا بعض الاجهزه بتمتد لارقام فوق ال 10,000 ملي دارسي، بس عاده بيكون 10,000 ملي دارسي. ايه العوامل اللي تقلل او تزود البرمابيليتي؟ نفس العوامل اللي اثرت على البروسي هتاثر لي تاني هنا على البرمابيليتي. هيزيد بس معاهم بعض الحاجات. اولا الكومبلكسيتي بتاع التشانل نفسه، الديامتر بتاع التشانل كل ما يوسع التشانل يبقى اسهل. الكومبلكسيتي بتاعت البورس روتس، شبكه البورز جوه معقده ولا لا، في التوائيات فيها ولا لا، يعني طريق لافف ولا هاي واي ستريت. كميه الريدوسر ووتر ساتوريشن، كل ما يكثر الريدوسر ووتر ساتوريشن جوه يعيق حركه الفلويد بتاعي. فدول يعني عوامل اضافيه الاربعه دول بالاضافه للعوامل بتاعت البروستي. طبعا البرميبيليتي فانكشن في البروستي، كل ما تزيد البروستي المفروض ان احنا بنتوقع زياده في البرميبيليتي حسب نوع الروك اللي موجود عندي. متفقين؟ يبقى البرميبيليتي ديبندنت على البروستي، ولكن اهم فاكتور بيأثر لي على البرميبيليتي هي حاجه بنسميها البورس روتس، مخانق المسام او الزور البور نفسه. طيب تعالوا نشوف ازاي بيتأثر. اللي موجود قدامي ده كليز، بتعمل ايه الكليز؟ بتملى البور سبيس وتعيق البرميبيليتي. دي البوكلتس بتاعت الكولنايت، بيقول لها بوكلتس، كتيبات كده صغيره، تحس شويه كتب كده ملصوصين مع بعضها. دي بتعمل لي سيجنيفيكانت بريميتي ريدكشن، واللي اكتر منها طبعا اللايت اللي شفناه من شويه شبه الشعر ده بيعمل مشاكل جامده. طب بيعمل ايه تاني الكلي؟ بيبقى فيه هاي العنكبوت. اتفضل يا فندم. اتفضل. اللايت الامبري اللي شبهناه بال باي ذا لاين خط العنكبوت. تمام هو ده. مشاكله بتبقى كتيره قوي اللايت غير الكولونات، الكولونات اهدى كتير منه، انما الاثنين فيهم نفس المشكله اللي هي ايه؟ الريدوس روتر ساتوريشن عالي ومايجريشن اوف فاين بروبلمز، بس تاثير اللايت عالي جدا عن الكولونات بسبب المشاكل اللي احنا شفناها من شويه. طيب ده هنا بيشوف لي تاثير الجرين سايز على البروستي والبرميبيليتي. البرميبيليتي طبعا بتتاثر بالجرين سايز، كل ما يزيد الجرين سايز كل ما البرميبيليتي تزيد. ليه؟ لان كل الجرين سايز ما يزيد يبقى المفروض ان البور سبيسز بين الجرين سايز هتزيد. يعني ايه البور سبيس بين الجرين سايز؟ التشانل دايمتر هيزيد اللي احنا قلنا عليه من شويه اهو. وطالما التشانل دايمتر زاد يبقى البرميتي اتوقع انها تزيد، يبقى البرميتي للكورس جرينز بيكون اقوى كتير من الفاين جرينز. ودي اللي قلناها في بدايه المحاضره الاولانيه، ان بالرغم ان نفس البروستي ممكن تكون موجوده في كذا نوع من الصخر من الصخور، الا ان الانكريزنج السايز او مور كورسنينج سايز مور برميبيليتي فاليوز. طب ايه تاني؟ السورتنج خطر جدا. خطر على ايه؟ على البروس وعلى البرميتي. كل ما يزيد السورتنج كل ما البرميتي والبروس تعلى. طيب يبقى احنا لازم نقيسها في المعمل،
بس في اوريدي اخواننا بتوع اللوجز عندهم بعض الايكويشنز الثابته اللي يقدر بمعلوميه البروستي والووتر ساتوريشن يقدروا يحسبوها، بس مش محبذ ابدا انه يحسبها لو عنده قوه معايا، لان للاسف مبدئيا هو بيقعد يجرب لغايه لما يجيب قراءه يحس انها ريلايبل. فاحنا دايما بنوصي يا جماعه وانتم شغالين لازم يكون عندك في الحقل بير او اتنين على الاقل يكون فيهم كور، وكل ما يحصل معاك تغير جانبي في الفيشز لازم تعمل كورينج مره تانية. لغايه كده في اي مشكله يا شباب؟ في اي اسئله يا شباب؟ شباب حد يرد عليا ممكن؟ وياك دكتور اسمعك. في اي مشكله؟ تو يا دكتور معلش الوضعيه اللي تو قاعدين ندرسوا فيها هذه في حاله الستاتيك، ما زال البير ما حطش على البرودكشن. تقصد الستاتيك موديل؟ ستاتيك موديل تمام. احنا دايما الشغل اللي احنا بنتكلم عليه دون اللي هو الريكال ده في حاله الاستاتيك، ده قبل البرودكشن. تمام. لان في نقطه بعد ما يبدا البير في البرودكشن الجرين طبعا كاينه متعرضه للستريس من الفلويد اللي موجود حولها اللي هو الماء او الزيت. تمام. بمجرد ما انه يخرج الجرين تحصل راحة، عرفت ان هي تتمدد ريلاكسيشن. ايوه. فهذه تاثر لنا على البرمابيليتي تقريبا. بنتفق البرمابيليتي فانكشن في الروك اللي احنا بنتكلم عليه دي فانكشن في الروك. تمام. اللي انت بتتكلم عليها دي الافكتيف بريوريتي، دي اوت اوف اور دومين النهارده. طيب لما تكون بتكلمني على الافكتيف بريوريتي وتقول لي انها هتبدا تتاثر، طبعا. ليه بقى؟ لانها فانكشن في الساتوريشن وانت هتبدا تعمل برودكشن، فالساتوريشن هيختلف فتبدا يروح تختلف معايا. فالامر في حاله الافكتيف كومبليكيتد شويه. هنا بنتكلم ريكال. ريكال يعني ايه؟ يعني البرميبيليتي اللي احنا بنقيسها ابسوليوت، دي فانكشن في الروك ما بتتغيرش فور ايفر. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي حابب اكد عليها ان كل شغلنا هنا كخزانات او كجيولوجيا خزانات استاتيك موديل. يعني ايه استاتيك موديل؟ يعني البروبرتيز بتاعت الخزان الروك نفسه. طيب امال الدايناميك ايه؟ الدايناميك ده بتاع اخواننا المهندسين بعد عمليه بعد ما بتحط البير بتاعك على البرودكشن. ليه؟ لان انا بالنسبه لي اي شغل سايزميك اتعمل استراكشر في المنطقه هو ستاتيك، اي بروسي برميتي معموله في الخزان ستاتيك، اي شيل فوليوم معمول كل البارامترز بتاعتنا ستاتيك. امال انت كمهندس ايه الدايناميك عندك؟ الدايناميك عندك انك تبدا تدخل لي مجموعه بارامترز جديده، منها البريشر، لازم كل يوم تقرا لي بريشر. البرودكشن ريت بتاعك كل يوم بتقرا برودكشن. يعني ايه كل يوم؟ يعني دايناميك، القراءات دي بتتغير. الخزان بتاعك بيبدا عمر يوم انتاج ويبدا يبقى عنده 5 سنين 6 سنين وتدخله المدرسه وينجح وربنا يكرمه وتعمل له ديفلوبمنت وتدخله سكندري ريكفري وتيرشري ريكفري، قصه كبيره. فده شغل الدايناميك. وتزود لي تاني، زودت لي الجي او ار الجاس اويل ريشيو. فانت بتاخد الاستاتيك وتبني عليه داتا جديده دايناميك. زي ايه؟ اللي هو الجاس اويل ريشيو، قلنا البريشر، البرودكشن ريت بتاعك، كل الكلام ده يبتدي ايه ينضاف عليها. فده شغل دايناميك مختلف شويه ومتغير يوميا. وصلت؟ واضح. طيب حته ثانيه برضو قلناها في النص، ان انت مع بدايه البرودكشن بيحصل ريلاكسيشن للجرينز، وبيحصل عندك دروب في حاجه بنسميها الفورميشن بريشر.
لان انت عمال تسحب الفلويدز تمام، فيبدا يحصل ريلاكسيشن. بس الريلاكسيشن ده مش يعني مش مجرب بين يوم وليله، ده انت محتاج كذا سنه على ما تبدا تستشعر هذا الريلاكسيشن يعني تمام. زائد ان برضه هيبقى في فلو داخل الخزان من اماكن اخرى، فالكلام ده بتقدر تسجله بعد مثلا عده سنوات من البرودكشن يعني، الا اذا كان يعني باقت من الزيت بتقدر تلقطها مباشره، انما مش حاجات فيها استابيليتي عاليه زي ما موجود في البصره واماكن جنوب العراق وشمال العراق. الدنيا عندكم يعني جميله يعني، مش مجرد بوكتس وخلاص يعني، لان انتم امتداد برضو لمناطق الخليج كلها خزانات ريجونال، فصعب ان انت تحس بالريلاكسيشن ده على اللونج ران يعني. طيب نيجي لحته مهمه، عاوزين نعمل كاليبريشن لمين بقى؟ لللوج على الكور. احنا اول ما بدانا عملنا كاليبريشن او شيفت ديبسينج، قلنا اللوج هي الاصل في الديبس، عملنا للكور شيفتنج بناء على اللوج وظبطنا الديبس بتاعها. هنيجي بقى نقارن داتا الكور مع اللوج. الاصل في اللوج انها ايه؟ انها لوج سيبنسيف كونتينوس ريكورد فاست تول، انما الاكيورسي كلها عند مين؟ عند الكور. يبقى انا اكون نجحت في شغلي امتى؟ لما اخلي اللوج يقرا كما لو كان بيقرا كور. طب والكلام ده اعمله ازاي؟ اعمله على بير يكون معمول فيه كورنج، واجيب داتا الكور اقارنها بداتا اللوج واظبط اللوج على الكور يقرا زي الكور بالظبط. طيب ايه اللي قوي عندك في اللوج اللي انت ممكن تثق فيه لحد ما؟ ممكن البروست. ليه؟ لان عندي كذا تول بتقرا بروست، عندي دينستي ونيوتون، هشغل الاثنين يقروا بروست يبقى في عندي لحد ما هنا ايه قوه شويه. طيب وفي البلاج في العينه في المعمل في الكور البروست برضو قويه، يبقى انا هقارن ايه يا شباب هنا عشان اعمل الكاليبريشن بتاعي؟ اقارن الكور بروستي مع اللوج بروستي، متفقين؟ ليه؟ عشان تقلل الانسرتينتي بتاع في الداتا اللي انت مطلعها من اللوجز. حته مهمه جدا، ذا بروف اوف اللوج اناليسيز از ذا ديجري تو ويتش ذا بروستي از ويل ماتشد وذ ذا كور بروستي. لازم اللوج البروس اللي طالعه من اللوج تبقى ويل ماتشد مع اللي طالعه من الايه من الكور. طيب اسهل طريقه تعملها ايه؟ انك تروح راسم اللوج بتاع الكور بالصوره اللي احنا شايفينها دي. ده ايه اللي احنا شايفين ده؟ ده الاي سي بي اللي بيطلع من الايه من اللوج الليستريشن بلوت بالكولمز المختلفه بتاعته او التراكات المختلفه. هناخد تراك البروستي، البروستي بتاعت اللوج اهي اللي هو اللاين الاسمر، بحط عليه الداتا بتاعت الكور بتاعتي بالصوره اللي احنا شايفينها دي، واضح انه ويل ماتشد، يبقى احنا اللوجز بتاعتنا سليمه وزي الفل ومش محتاجه اي ايه ماتشنج. طب تعالوا نبص هنا، لا هنا ما كانتش ويل ماتشد، دي سكاترنج، شايفين دي رايحه فين؟ فرحت عامل ايه؟ ده شغل من الجزائر، رحنا عاملين ايه هنا؟ الداتا حاولنا نوقعها مش كويسه، عملنا شيفتنج اب بحيث يبقى فيه ايه ماتشنج لحد كبير ما بين اللوج وما بين الايه الكور. بعينك المجرده كده تبقى شايف واضحه، يبقى انا كده عملت ديبث شيفتنج 3 متر عشان اظبط البيك مع البيك والطرف مع الطرف. ماشي يا شباب كده واضحه؟ طيب واحد زميلنا بيقول لي بس انا مش حاسس ان في ماتشنج زي ما انت بتقول، مش واضحه. طيب نعمل ايه؟ هي كده ممكن ما تكونش واضحه فعلا، هو الكومون ان انا اعملها كده. في طريقه ثانيه؟ هنقولها دلوقتي. تعالوا ندخل مع بعض كده، هات اللوج بروسي بتاعتك مع الهيليوم بروسي. اجيبها ازاي؟ هتاخد الداتا اللي موجوده عند دبس معين في الكور وتاخد النظير بتاعها من اللوج، يبقى معايا تو كولمز، كولم فيه الكور بروسي وكولم فيه اللوج بروسي، واوقعهم قصاد بعض كاكس واي بلوت بالمنظر ده،
واضح طبعا قدامكم هنا ان انا قادر اعمل بيست فيت لاين كويس. تمام؟ يبقى اذا الداتا ماتشت مع بعضها وي هاف تو كونتينيو. طب لو مش ماتشت مع بعض، انا سامع الزميل بيقول لي طب ما في عينه شاذه اهي، طب ما في عينه هنا تاني، عينه ثالثه، عينه رابعه، في هنا عينه برضه، ماشي خمس ست عينات من اجمالي عدد كبير من العينات، يبقى في تطابق بنسبه كبيره تعدي 90%. طب الداتا دي فين يا شباب؟ تعالوا نبص كده هنا، ما هو زي دي كده اهو. هو مشيت مع البيكا بس ايه؟ الرينج عالي شويتين، في هنا نوع من انواع الايه؟ الشذوذ. طيب يبقى اذا لو هي تمام هنكمل على كده. طيب لو حد مش عاجبه الكلام اللي انا بقوله دون وشايف ان في لسه نوع من انواع عدم التطابق، طب اعمل ايه؟ بسيطه خالص. اولا نتفق ان ممكن قراءات اللوج تكون بتقرا اعلى كتير من الكور او العكس، دي مش هتفرق معايا كتير. لو طول قرت اعلى من الثانيه بدرجه كبيره بس سيستماتيك. يعني ايه سيستماتيك؟ يعني زي ما انتم شايفين اهو، دي كده سيستماتيك ودي اعلى. تعالى كده نبص كده على البيست فيت لاين، الزيرو بتاعه بيقرا فين؟ عند 2% كور بروستي. يعني معنى كده ايه؟ ان كل قراءات الكور هنا اعلى من قراءات اللوج. طب تعال نجرب كده، اديني القراءة دي 14% كور 12% لوج، اديني القراءة دي 22% كور 20% لوج، يبقى الكور بيقرا اعلى كتير من اللوج. فيها مشكلة؟ فيها مشكلة في القراءة فقط، انما كسيستم زي الفل. ليه بقى؟ لان انا مطلع بيست فيت لاين. طب هعمل بيه ايه ده؟ هحسب له كوركشن، هحسب له معادلة، معادلة قوية تعمل كوركشن لللوج، واخد المعادلة دي اطبقها على اللوج، يبقى كل اللوج ده هيترفع بحوالي 2%، والمعادلة دي اطبقها على كل اللوجز بتاعت الايه؟ بتاعت البروستي اللي جاية من الفيلد. وصلت كده يا شباب؟ يبقى في معادلة هطلع بيها هنا عشان اعمل كوركشن لكل اللوج اللي جاي لي من الفيلد. ليه؟ لان انا عرفت اطلع علاقه قويه ما بينه وبين الكور، بغض النظر اذا كان اعلى ولا اقل هنعمل كوركشن. طيب الكيس الثانيه زي ما انتم شايفين، وقعت اللوج مع الكور داتا، مفيش حاجه منطبقه، الدنيا كلها بايظه خالص، اللوج ضارب فوق ومش عارف اجيب اي بيست فيت لاين. طيب الحل اللي هنعمل ايه؟ هنا بقى هبدا افك البروستي اللي جالي من اللوج. يعني ايه تفك البروستي اللي جالك من اللوج؟ تعالوا نشوف. طيب نرجع لكلامنا تاني، يبقى انا عملت الكوريكشن بتاعي. طيب ممكن في اجراء انا ممكن اعمله برضو وانا شغال، اللي هو ايه؟ ان انا اخش على السوفت وير بتاع اللوج اللي بيعمل بروسيسنج واشوف البارامترز بتاعتي. بارامتر زي ايه كده يا شباب؟ بارامتر زي مثلا الشيل بارامترز، الماتريكس دينسي، الفلويد دينسي. ما انا ممكن اكون حاطط ما انتوا عارفين اللي بيشتغل على الاي بي والتيك لوج في بارامترز بتخش للبرنامج قبل ما اشتغل. ممكن اكون مثلا عندي زيت تقيل وانا حاطط له قيمه دنسي بتاع الزيت خفيف. ممكن يكون مدخل دنسي بصوره مثلا دنسي بتاعت لايم ستون وانا شغال على ساند ستون. الحاجات دي كلها محتاجه ادابشن، الشيل بارامترز محتاجه ادابشن. طيب ظبطت كل دول، ظبطوا كان بيها، ما ظبطوش برضو لا، يبقى في كلام تاني نعيد اللي قلناه بسرعه. اعمل ديبث شيفتنج في الاول، تمام؟ الديبث شيفتنج ما ظبطش معايا، اخش بعد كده ديبث شيفتنج هنا ظبط. طب دخلنا بعد كده هنعمل اكس واي بلوت، عملنا الاكس واي بلوت لقينا في شيفتنج، اطلع بمعادله واروح اطبقها على اللوج،
طيب في حالة تانية ممكن ما يكونش في أي معادلة ولا عارف أعمل أي حاجة. طب الحل إيه؟ الحل أبدأ أخش أغير في البارامترز بتاعت اللوج وأحاول أظبط الدنيا، ما ظبطتش معايا برضو أبدأ أفك البروس، معذرة معذرة، أبدأ أفك البروس بتاعتي. أفكها إزاي؟ ما أنا مجمع إزاي البروس من اللوج؟ مجمعها من النيوترون ومن الدنسيتي. هاجي اوقع الكور بروستي مع النيوترون دي بروستي، طالعه معادله قويه جدا اهي. يبقى انا هعمل هنا يا شباب قول واحد، هرجع لللوج والغي البروستي اللي جايه من الدنسيتي، هاخد النيوترون فقط لا غير، لانها قويه جدا اهي. والدنسيتي اخبارها ايه طيب؟ لا طالعه مش كويسه خالص اهي، ضعيفه، علاقه ضعيفه. يبقى اللي كان مبوظ العلاقه فين؟ ان انا عامل ميرج ما بين النيوترون والدنسيتي. عشان الزملاء اللي مش عارفين الحته دي، انا البروسي من اللوج بحسبها ازاي؟ بجيب الارثماتيك مين بتاع البروسي من النيوترون مع الدنسيتي، يبقى بدخل عندي اتنين اهم. فلو الدنسيتي عندي مش مظبوطه هتبوظ لي التوتال بروسي، لو النيوترون مش مظبوطه هتبوظ لي التوتال بروسي. انا عملت هنا ايه؟ فكيت الاتنين واشتغلت مع كل واحده لوحدها، بقيت اقرا بروسي من النيوترون فقط واقرا بروسي من الدنسيتي فقط. لقيت العلاقة مع الدنسي سيئة جدا، رحت لغيها. يبقى أنا هنا هرجع لللوج، بدل ما أعمل كاربليشن هحسب بروستي من النيوترون فقط لا غير. طب جربنا السونيك بايز. يبقى في الحالة دي لو أنا عندي خزان بالكيس اللي موجود عندي هنا، حاولت أحسب له بروستي من السونيك مش مظبوطة، بروستي من الدنسي ضعيفة الكوريليشن يعني، بروسي من النيوترون طلعت قوية جدا مع البروسي اللي طالعة من الكور، يبقى هي دي اللي هشغلها. وممكن اعملها برضو كوريكشن وارجع اظبط الايه؟ اللوج. يبقى انا لما اوصل للخطوة دي يبقى انا عملت كاليبريشن قوي جدا للايه؟ للوج اللي موجود عندي. تمام؟ في اي سؤال في موضوع الكاليبريشن؟ طيب يا دكتور، القيم اللي ايوه اتفضل يا فندم اتفضل. القيم اللي يدخلن على التيك لوج اللي هن كيف الام والان اللي يدخلن في الساتوريشن الارش ايكويشن لا مش ال ماشي ماشي، ما هو دول هتدخلهم برضو بس دول في الاسكال، الاي والام مش روتين. تمام. لا مش في الروتين، الاي والام والان دول في الاسكال، ودول خطر جدا على فكره، خصوصا لو شغال على كربونيتس لازم تجيبهم من الكور. تمام 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 لان انت عندك ارشي بيتكلم في واحد واثنين واثنين. شغل الكربونيتس احيانا الايه بتوصل لثمانيه، فاحنا بنتكلم في منطقه تانية خالص. انما احنا هنا بنتكلم بالنسبه لنا في الركال على ايه؟ على الشيل بارامترز، يعني الدنس بتاعت الشيل كام؟ الدنس بتاعت الروك بتاعتك الماتريكس دنسيتي كام؟ انا شغال على دولومايت وانت بتدخل لي دنس 265 بتاعت السند، ما ينفعش معايا. انا عندي هيفي اويل وانت شغال لي لايت اويل، الدنس ما ينفعش، القراءات هتختلف. انا شغال على هايلي سالاين ووتر وانت مدخل دنس بتاعت فريش ووتر، يعني بتبقى حاجات بسيطه كده لازم اتاكد منها. والمفروض برضو هنا ببص على البي في تي، اخد الحاجات دي منها وادخلها فين، اظبط معايا في التيك لوج والاي بي والحاجات دي، بحيث في النهايه الاوتبوت اللي خارج يكون منضبط. وصلت كده؟ احنا عرفنا النهارده يعني ايه بروستي، يعني ايه بيرميبيليتي، أهمية التو بارامتر دول اللي بيحكوا لي الابيليتي بتاعت الخزان تو ستور اند تو ديليفر هيدروكربونز، وازاي ان انا ممكن اعمل روك تايبنج بيهم، ازاي ان انا اعرف الكواليتي بتاعت الخزان بتاعي، ازاي اعرف الليثولوجي من البلوك نفسه، وازاي ان انا في النهاية اظبط اللوج بتاعي على الكور. دايما يا شباب خدوا بالكم من الحتة دي، لان في مهندسين كتير ما بيسالوش نفسهم السؤال ده، ليه بنعمل بير او اتنين كور داخل كل فيلد؟ لان الكوست بتاعه عالي. طب ما طالما الكوست بتاعه عالي ما تبطله خالص. لا انا محتاجه، يبقى اذا الكور دي ثروه موجوده عندي لازم استغلها. اول حاجه بستغلها ان انا اعمل كاليبريشن لللوج بتاعي،
اعمل كاليبريشن ازاي لللوج بكافه الصور. اول حاجه البروستي، اظبط اللوج بروستي من الفيلد مع اللي جاي من اللاب، مهمه جدا عشان تظبط لي بعد كده القراءات بتاعتك. ايه تاني؟ واحنا لما بدانا في البدايه ودخلنا العينات المعمل صورناها، لو انتوا فاكرين عملنا لها ايميجنج، قلت لكم الصور دي مهمه جدا مع اخواننا اللي بيشتغلوا بالاف ام اي. الاف ام اي بيبقى نوع من انواع التصوير داخل الخزان، يقدر يعرف منها سيدمنتولوجي، ويقدر يعرف الفراكشرز، ويقدر يعرف قصه الخزان بالكامل من الاف ام اي. بس الاف ام اي عنده مشاكل، مين اللي هيظبطها له؟ الايمجز اللي بناخدها للكور بارل عندنا في اللاب، فلازم يقارن معاها، يعمل كاليبريشن لنفسه معاها. زميلنا دلوقتي قال حته جميله جدا بس دي في السكال، ان انا برجع اعمل كاليبريشن مره تانية بالقراءات اللي بتطلع لي من السكال زي الاي والام والان بتوع ارشي ايكويشن، لان ما حدش هيقدر يعرفهم الا اذا اشتغلهم في المعمل. لو طبقت ارشي ما ينفعش، لان ارشي دي حاجات ادفانسد شويه، يعني ارشي بيشتغل على كلين ساند ستون، انا يعني نادرا ما بيكون عندنا كلين ساند ستون. حتى في الكلين ساند ستون الدنيا بتختلف كتير معايا، فدايما بنعمل كاليبريشن لشغل اللوج على الكور. عشان كده بنقول اهم جزئيه بنستفادها من الكور ان انا اعمل كاليبريشن لللوجز اللي هي المفروض هتطبق في كل الخزان. معايا يا شباب؟ في اي اسئله؟ في اي اسئله يا شباب؟ بالنسبه لل انا معاك يا شباب تحت امركم لو في اي اسئله. هدى؟ معذرة حضرتك بتقولي هدى؟ شباب في اي اسئله؟ بالنسبه للسايد وول كور يا دكتور. تمام. النتائج نتاعها دقيقه نفس الكور ديورنج الدريلينج؟ طيب بتقول كور ديورنج دريلينج؟ الكور اللي ندوه فيه اثناء عمليه الدريلينج نفس اللي شرحت الطريقه نتاعها بدري. طيب بص احنا متفقين ان احنا بنطبقها في حاله ايه؟ فاكر؟ انا مش فاكر، انت فاكر؟ لا والله يا راجل. طيب ما احنا قلنا لما بيكون الصخر فريابل انا بطلع بكميه صخور عاليه جدا، وزن الميتال تيوبز بيبقى تقيل على العينه، ممكن دمرها تحت، فما بقدرش اطلع بيه بسهوله كده، فلازم ان انا انزل له السايد وول كور بحيث احفظ العينه وانا طالع يوم ما تحصلهاش دامج. تعالى بس عاوزك انا عديت ولا لسه بتقلي؟ اهو ماشي. بص كده معايا ونبدا نجاوب على بعض. السايد والكور بنفس دقه الكور الكونفنشن العادي اللي احنا او التقطيع العادي اللي احنا متعرف عليه، احنا متفقين ان انا بلجا له في حاله ايه؟ ان انا مش قادر اطلع بالعينات. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه، الشركات بدات اليومين دول يعني ايه عشان توفر الكوست بتاعها بدات تلجا له. تمام، ليه؟ بينزل ويقعد يخرم ويطلع بالعينات وخلاص على كده. هل بنفس الدقه؟ اكيد لا. ليه؟ رقم واحد، عندي الخزان بتاعه انا باخد عينه هوريزونتال، صح الكلام؟ مظبوط. ها خدت فيرتيكال؟ لا لا، بس خلاص يبقى انت كده عندك ميز داتا، رقم واحد. الحاجه الثانيه، واخد عينتك صح ولا غلط؟ هتعتمد على ايه؟ عشان يكون عينتك متاخده صح لازم يكون الانكلينيشن بتاع البير بتاعك نازل بيربندكولار على البيدنج بلين. ليه؟ لان الحفار بتاعك هينزل بالصوره دي
هياخد عينتك كده، يبقى لازم البيدنج بتاعك يكون بارلل بالمنظر ده، صح؟ يعني لازم بالظبط. جسم البير بتاعك الانكلينيشن بتاعه يكون عمودي على البيدنج بلين. طيب لو انا مش عمودي عليه، يعني انت نازل فيرتيكال مثلا كده وعندي كروس بيدنج بالصوره دي، يبقى الكورنج اللي انت بتعمله مش صح. انت فاكر بالظبط. اللقطه اللي قلناها فين؟ هنا. لو انت نازل يعني ادي الكروس بيدنج بتاعك والبير بتاعك كده، وانت خدت عينتك بالصوره دي، الصوره غلط، وفي نفس الوقت الحفار اللي انا نازل بيه مش هيقدر ياخدها بصوره مايله، ما يقدرش ياخدها بصوره مايله بالصوره دي، لان هو وضعه بيبقى فيرتيكال ويقطع هوريزونتال. فانت في عشان يبقى شغلك صح لازم يكون الانكلينيشن بتاع البير بتاعك يكون عمودي على الايه، على البيدنج بلين، وده صعب ممكن تدخل عليه. لانها مش مشاكل حفر كلها، ولو المهندس ظبطها لك في طبقه هتختلف في الطبقه الثانيه، لان الكورس بيدنج مش ثابت من طبقه لطبقه. فدول يمكن مشكلتين موجودين في موضوع السايد والكور، انما هو سوليوشن جيد مش وحش، بس مش بنفس الدقه طبعا. طيب اي اسئله تانية يا شباب؟ مشكور، بارك الله فيك يا دكتور. الايه؟ ما بيقول عليها كور دريلر. كور دريلر هو راس حفر او دريلينج بيت بتركب مكان راس الحفر اللي هي المعتاده. راس الحفر المعتاده بتبقى حاجه زي التراي فيش كده، حاجه روتري بتعمل كاتنج جوه الصخور نفسها وبتدمرها. فبنخرج نطلع راس الحفر دي ونركب الكور دريلر ده نفسه، بينزل ياخد الايه؟ العينه، فبنسميها كور دريلر. معايا؟ طيب حاجه بس انا شوف يعني حاجه شبه بالجزء الصغير عندي، بس ده في اللاب طبعا. راس معدنيه بالصوره دي وسن الماز، بس طبعا التانية بتبقى ضخمة جدا، لأن ده هنا على مستوى المعمل. التانية بيبقى بديامتر 10 سنتي في طول حوالي 60 متر، بس هو نفس الكونسيبت. أنا بس بحاول أشوف لكم الصورة هنا، يعني بتبقى بالمنظر ده كده، ويبدأ يعلى وياخد معاه الكور بارلز كلها لغاية السطح فوق. طب في أسئلة تاني؟ انا معاكم النهارده يا شباب لو في اي اسئله. ماستر لوك، لا تاني سؤال تاني معلش. فانكشن ولا الفانكشن بتاع الماستر لوك؟ اللوج ده في الـ يعني اللوجنج في الويل لوجنج مش هنا بقى يعني، انما الماستر عندي هناك. يعني اذا كنا بنتكلم على الويل لوجنج برضه انا مش مستوعب قوي يعني ايه ماستر، بس ممكن نقول عليها اللي هي الكونفنشنال لوجز العاديه او مجموعات الصندس اللي بننزل بيها. لو احنا بنقول ماستر مثلا يبقى احنا هنحتاج ايه واحنا نازلين نحفر؟ محتاج نقرا كاليبر، تمام، يكون موجود معايا، محتاج سيلف بوتنشال، مش ضروري قوي بس ممكن يبقى موجود معايا، محتاج جاما راي، ولو سبكترال جاما راي يكون افضل، محتاج نيوترون، محتاج دنسيتي، ومحتاج مجموعات الريزستيفيتي اذا كانت شالو او مايكروسفيريكال والديب، 3 مجموعات عاده من الريزستيفيتي، ويكون معايا البيف. دي عاده الحاجات اللي هي اتفقنا ان الماستر مقصود بيه اللي هو البيزك تراكس او البيزك بروبرتيز اللي المفروض ان انا اقيسها اثناء عمليه اللوجينج. تاني نقولهم الاوبن هول لوجز في الاوبن هول، طبعا كل شغلنا اوبن هول يا شباب مش كيس، دي الكيس دي قصه تانيه خالص.
احنا هنا بنعمل اشبه بريزرفوار كاركترايزيشن. عشان اعمل ريزرفوار كاركترايزيشن لازم يكون اوبن بور هول او بير هول بنسميها، لازم اكون في كونتاكت مباشر مع جسم البير نفسه، اقيس له الكاليبر، اقيس له الجاماري او سبكترال جاماري، اقيس له الدنسي، اقيس له النيوترون، اقيس له سونيك احيانا بحتاجها، اقيس له البيف طبعا مع الدنسي، ومجموعات الريزستيفيتي اللي هم ممكن يبقوا 3 تراكس مايكروسفيريكال بيقيس في منطقه الفلاش زون، والشالو بيقيس اعمق شويه، والديب بيقيس في المنطقه اللي هي التارجت بتاعتي اذا كنت انا شغال عمليات كوندكشن. اما اذا كنت شغال اندكشن فممكن يكون عندي خمسه كومبوننتس للريزستيفيتي او اكتر، الاي 10 وال30 وال50 وال70 وال90. ده بالنسبه لشغل الويل لوجينج، بس ده خارج المحاضره بتاعت النهارده، بس يعني ده للتوضيح مش اكتر. طيب تعالى منغير السؤال علينا احنا، اذا بنفس اللفظ او الاكسبريشن، ايه الماستر المفروض بيطلع لنا في الشغل بتاعنا اللي هو اللي انا وريته لكم في البدايه، الريبورت الاساسي اللي بيخرج عندي من الكور اناليسيس اللي بيشمل الاتي، يشمل الهوريزونتال اند فيرتيكال بروبابيليتي اذا كان كونفنشنال كورنج عادي. طب لو زي زميلنا ما قال كده السايد وول كوره، يطلع لي عمود واحد فقط لا غير، متوضح فيه حاجه اسمها هوريزونتال برمابيليتي او برمابيليتي، ويسكت، اعرف ان واخدها سايد وول كور. الكولا من الثاني يظهر لي فيه الهيليوم بروست، الكولا من الثالث يظهر لي فيه الجرين دنس، الكولا من الرابع السورج ديسكريبشن، ممكن يوقف على كده، يبقى ده الماستر بتاعي. طيب في حاجه اكتر؟ اه بقى يزود لي مثلا اذا كان بيعمل فلويد سميشن بروست، يزود لي معاه الاويل ساتوريشن ووتر ساتوريشن، بس ده مش ماستر، ده بتبقى حاجه ايه يعني زياده شويه في الكورنج بس. ف ارجو السؤال الاجابه واضحه ولا السؤال كان مختلف عن الاجابه؟ واضح الاجابه؟ طيب لو في اي اسئله ثانيه مع حضراتكم. ما فيش اي اسئله يا شباب؟ during ممكن السؤال مره ثانيه؟ بالفلويد بدرلينج فلويد. والله سؤال ظريف، يعني هقول لحضرتك حاجه، خلينا نتفق على كونسبت عموما في التعامل مع الكور واللوجز، ان كل كفاءه الخزان ما بتعلى عندي معناه البرونيتي بتاعته عاليه، متفقين؟ وطالما البرونيتي بتاعته عليت، يبقى الدمج اللي ممكن يعمله الدرلينج فلويد على جسم الخزان هيكون اعلى. ليه؟ لان يبقى معنى كده ان الخزان سهل انه يتحرك جواه الفلويدز، فالدريننج فلويدز هتعمل انفيشن جواه بطريقه ايه اعلى. عشان كده احنا ممكن بنلقط هذا الكلام من خلال الاس بي، ان كل ما بسجل مسافه اخترقها الدريننج فلويد جوه الخزان معناه ان كفاءه الخزان بتاعتي ايه اعلى كتير. الاجابه مبسطه، طبعا هيتاثر، عشان كده مهم ان انا اغسل العينه كويس قبل عمليه قياسات البروسوبريت المعتاده، تمام؟ مهم جدا لو انا هقيس اويل ووتر ساتوريشن ان انا اخد عينه من قلب الكور نفسه وابعد عن الجزء الخارجي. مهم جدا اثناء عمليه الحفر ان الزملاء الدريلنج انجينيرز وهم شغالين بيستخدموا تكنولوجي جديده، التكنولوجي دي بتسمح ليهم ان هو يحفر بنوع من انواع النانو تكنولوجي اللي ما تخليش الفلويد بتاعه يقدر يعمل انفيشن لمسافات كبيره جوه الايه الخزان، فما يخربليش الخزان او يديني مسليدنج ريدنجز يعني. فهي بتعتمد على كذا جزء، انا لازم ابقى واخد بالي كويس جدا ان كل كواليتي الخزان ما تعلى
مسميته نفاذيته تعلى الدريننج فلويد هتعمل لي دامج جواه تمام. فلازم اعمل يعني اخد نوع من انواع الحرص وانا بعمل القياسات بتاعه. الشق الاخر ان اخونا مهندس الانتاج بيستخدموا حاليا بعض المواد اللي ما تعملش انفيشن عادي عشان يتجنب المشكله دي. ارجو ان يكون السؤال واضح. الار سكوير دي بنسميها كوفيشنت اوف ديترمينيشن. ده بارامتر احصائي موجود عادي في اي مايكروسوفت اكسل. بنحط الاكس واي بتاعنا وبطلب من البرنامج ان هو يديني البيست فيت لاين بتاعي. بيترسم اوتوماتيك عن طريق الاكسل، اكسل عادي خالص. وهو بيرسم اقول له اديني الار سكوير بتاعتي واديني ايكويشن او موديل ماثيماتيكال موديل عشان اقدر اطبقه باستخدام المعادله دي. دي الار سكوير بتاعتي بتتم بصوره اوتوماتيك. طبعا كل ما بتقرب من الواحد الصحيح معناه ان شغلي مظبوط، وكل ما تبعد عن الواحد الصحيح وتقرب من الزيرو معناه ان العلاقه غير منضبطه تماما ومهتزه وغير مقبوله ما اقدرش اطبقها. عشان اقول ان الموديل بتاعي قوي واقدر اطبقه عاوز ار سكوير على الاقل اكتر من 6 من 10. وضحت؟ المفروض بقارن معاه، المفروض ان انا بقارن معاه. ليه بقى؟ لان انا بيبقى عندي مشكله كبيره في حسابات الاويل ووتر ساتوريشن ان جنرال يعني، فلازم اقارن الاثنين ببعض واشوف اللوجيك اكتر. بس برضه ارجع اقول ان حسابات الكور بتكون ادق من اللوج. بس يبقى السؤال، انا بحسب ايه؟ زيت وميه. طيب لسه في زميل بيسال سؤال كان جميل قوي، هل الكور بيتاثر بالدرينج فلويد؟ قلت له اه بيتاثر، وكل الكواليتي ما تبقى افضل كل ما يتاثر. يعني العينه اللي في ايدي اللي فيها زيت وميه متاثره؟ ايوه متاثره. متاثره بايه؟ ما اعرفش. انت حافر بايه بقى؟ حافر بويل بيز ماب، يبقى انا اشك في قيمه الزيت اللي عندك. حافر بوتر بيز ماب، يبقى انا اشك في قيمه الووتر ساتوريشن اللي عندك. يعني انت عاوز تقول ايه؟ يعني عاوز اقول لك اذا كان طريقه الحفر مش متقدمه وفيها مشاكل، لو انت بتحفر بزيت ثق في نسبه الميه اللي انت محددها اللي هي الاس دبليو. طب يعني اعمل ايه؟ يعني خد قراءه الميه دي وطلع قراءه الزيت منها ككومبلمنتري فاليو. يعني ايه؟ يعني لو عندي 60% ميه احسب 40% زيت، عندي 50% ميه يبقى 50% زيت وهكذا. يبقى انت كده مش واثق في قراءه الزيت؟ لا، ما انت حافر بويل زيت بويل بيز ماد. طب لو حافر بوتر بيز ماد ما تثقش في قراءات الوتر ساتوريشن، امال اثق في ايه؟ في قراءات الهيدروكربونز اللي عندك اللي هو الزيت وشغلها. لو انا عندي 30% زيت 70% ميه، 40% زيت 60% ميه وهكذا. ارجو يكون واضح. لا هو بس ايه، معادلة ويلي نرجع لها تاني كده نبص عليها. ويلي اند روز صح، وتايمر اللي هي المعادلات دي نبص عليها بس كده مع بعض الاول. ماشي، خلينا بس الاول نتفق على حاجه، احنا ما بنستخدمش المعادلات دي في الكور اناليسيس، ما ينفعش استخدمها. ليه؟ انا راجل بتاع كور، انا بديك بروس بروريتي، ازاي اديك معادله من دول؟ ما تستعملهمش. الريكومنديشن بتاعي لا ما تستعملهمش خالص. معايا؟ طيب امال مين اللي بيستعملهم؟
بيستعملوا اخواننا بتوع اللوجينج. طيب وبيطلعوا منهم بربريتي وكده. مبدئيا المعادله دي لازم نفهمها كويس جدا وايه اللي يبقى بنشغلها غلط. يعني ايه بنشغلها غلط؟ تعالى على معادله ويلي. انا هنا ما عنديش ووتر ساتوريشن. خدوا بالكم مهمه جدا يا جماعه الحته دي عشان كل الشباب يقعوا فيها. انا عندي هنا الريديوسبل اس دبليو ريديوسبل. الريديوسبل ووتر ساتوريشن يعني ايه ريديوسبل ووتر ساتوريشن؟ يعني ووتر كونتنت داخل الخزان ما اقدرش اطلعه. يعني ايه عشان بس اكون يعني ايه ما اقدرش اطلعه؟ يعني ما عنديش ووتر برودكشن. ما عنديش ووتر برودكشن يعني ايه ما عندكش؟ يعني البرودكشن بتاعي بيطلع 100% زيت. مفيش معايا ميه. يعني لما الخزان بتاعك يجيب 100% زيت ومش مطلع ميه خالص تقدر تطبق المعادلات دي. غير كده يبقى غلط. غير كده يبقى ايه؟ غلط. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ يعني معظم 90% من زمايلنا اللي بيستخدم المعادلات دي في الاويل اندستري بيطبقها في صوره مغلوطه. لازم الخزان بتاعه يكون مطلع زيت فقط وزاوت اني ووتر كات عشان يقول ان فيه ايه؟ ان فيه ممكن اطبق المعادلات دي. دي نقطه. النقطه الثانيه الريكومنديشن بتاعي ما تطبقش اي حاجه من دول. امال يعمل ايه بقى بتاع اللوج؟ يجي عامل كاليبريشن البروسي بتاعته على البروسي بتاعتي. وبعدين انا في المعمل مطلع بروسي وبرميبيليتي صح؟ طالما مطلع بروسي وبرميبيليتي انا هديك معادله من عندي. هديك انا معادله من عندي من اللاب تربط لك البروسي بتاعتنا اللي احنا شغالين عليها في الخزان بتاعنا مع البرميبيليتي بتاعتنا اللي طالعه من الخزان بتاعنا. يعني ايه؟ يعني المعادله اللي طالعه معادله تراستابل وبتاعتنا احنا ابليكابل بنسبه 100% في الكونسيشن اللي احنا شغالين فيه وفي الزونه اللي احنا شغالين فيها. بس وضحت؟ لو مش واضحه نسال السؤال تاني. يبقى الداتا سكاترد. بالنسبة للزميلنا اللي كان بيسأل على معادلات ويلي، الإجابة كده وصلت ولا محتاج توضيح تاني؟ ايوه طبعا. ما احنا اتفقنا الكونسبت في البدايه ان الكور دقيق ولكن هايلي اكسبنسيف، فانا بطبقه في بير او اتنين فقط جوه الخزان. عاده ده اللي بيتم جوه الفيلد بتاعي، بير او اتنين مش اكتر من كده. لو قارنت مثلا بالنيوترون وطلعت معادله للنيوترون طبيعي بقيه الابار ما فيهاش كورنج. ما احنا متفق ان الكور بيتعمل في بير او اتنين. باخد المعادلة الخاصة بالبير أو اتنين بتوعي دولم، المعادلة دي بتربط للنيوترون لوج أو النيوترون بروسي مع الكور بروسي، أخدها وأعممها على كل الآبار التانية، بس أحدد أعممها فين؟ في الفورميشن اللي أنا قايس فيه فقط لا غير. في الخزان بتاعي فقط لا غير. وغير مسموح إطلاقًا إن أنا أطبقها في آبار أخرى في خزان مختلف. لان الخزان ده صفحه غير الصفحه، يبقى انا بتحرك افقيا في نفس الخزان في اي عدد من الابار اللي حواليا ما فيهوش الكور. ده الاصل في المقارنه، ان انا اوجد ايكويشن في الابار اللي فيها كور عشان اطبقها في الابار اللي ما فيهاش كور، طالما ان نفس الرق هو مستمر معايا ما تغيرش. واضحه؟ دايما بيقول ايه؟ application of well core calibration to the uncored wells.
يعني القصه دي كلها التارجت منها ان انا اطبقها في انكورد ويلز، ده الاصل يعني. يعني سؤالك صحيح مليون في الميه، يجب تطبيقها في الانكورد ويلز. ارجو كل الاجابه.